أو كاملة وهو ما يسمى بالحق، فلا بد من إيراد الحقيقة أو العناصر الأساسية تلك على ترتيب معين، فإذا لم تكن مرتبة أو كانت ناقصة أو نحو فلا يتم الحد أو التعريف الكامل، وأما ما سوى ذلك فهو مسمى لديهم بالرسم. هذا كله في مدلول الشيء على مستوى المفاهيم، مفهوم الشيء معناه حقيقة، لكن إذا أضيف إلى المعنى أو إلى المفهوم الوجود يبقى نحن بإزاء الماهية، فإن حقيقة زائد تحققها في الخير. وإذا لاحظ الذهن مع ذلك التعين والتشخص، يعني تحقق من ماهية في فرد معين بعينه، فتلك هي الهوية. وفي الصفحات التي ذكرت 48 و49 يتكلم عن ما يقابل شروط العقل الأساسية عند المتكلمين أو الأحكام العقلية الثلاثة، ويذكر مبدأ الذاتية هذا الذي أشرت، ومبدأ عدم التناقض أو بطلان التناقض، أن الشيء لا يمكن أنه يجب أن يكون ذاته الذاتية، فإنه لا يمكن أن يكون ذاته وشيء آخر، هذا باطل لأن يفضي إلى التناقض. فمبدأ بطلان التناقض والمبدأ الثاني. أما الثالث هو تقريبا المقابل عندنا للمستحيل، يسموه الثالث المرفوع، يعني فيه الشيء كما اتفقنا اللي هو الذاتية، وفيه الشيء ومباينه اللي هو الشيء لا يمكن أن يكون نفسه وغيره، فهناك الشيء وما يخالفه أو يباينه أو يغايره أو يقابله، ولا شيء بعد ذلك. الثالث مرفوع، واضح؟ هو تقريبا كان يقابل فكرة المستحيل لدينا. على أي حال، أيا كانت شروط العقل الأساسية بالصياغة الأرسطية أو بالصياغة الإسلامية في علم الكلام، فعليكم قراءة هذه المسائل في الصفحتين المذكورتين، لأنه قد رتب عليها مسائل أخرى فرعية، وقال أهلا وسهلا. يا مرحبا. وقال بأن هذه المبادئ الأساسية الذاتية والتناقض يترتب عليها قضايا أخرى أو أحكام واضحة بذاتها. لماذا نعيد هذه الأشياء؟ لأنه يعني قد يبدو للواحد منكم أنها نظريات وهي بدهيات. هذه القضايا الفرعية التي تترتب على مبدأ الذاتية ومبدأ عدم التناقض، أو التي تترتب على فكرة الواجب الذي لا بد من حصوله في كل حين، والمستحيل الذي لا يقبل وجود قصد، والجائز الذي يمكن أن يوجد وأن يعدم تقبل حقيقته ذلك، يترتب على ذلك ثلاث قضايا أو أربعة في الحقيقة، مش كده؟ الأولى منها هي مبدأ التمييز بين الشيء وجزء، بين الكلية والجزئية، لا يمكن أن يتساوى المجموع الكل الجامع مع أحد العناصر المكونة له. ليه؟ لأن هذا يتلافى مع سبق ما سبق أن قلناه، وهو
مبدا الذاتيه ومبدا عدم الثناء، وقد بين ذلك. طبعا اذا كنت انا في هذا التلخيص ساورد كل التفاصيل فلن اتحرك الى الامام، لكن انا اشير فقط لاذكركم ان المبدا الاول المترتب على هذا الاساس العام، تمام يا شيخ، مبدا الذاتيه ومبدا عدم التناقض، هو ان الكل لا يمكن ان يتساوى مع جزئه. والمساله باختصار انه اذا ما قلت كل، يعني انت بكل مجموع الاجزاء فانت تعتد بالاجزاء كلها، وتجي ثاني تقول لي جزء واحد منهم يتساوى مع الكل، يبقى انت اهملت احد الاجزاء. الجزء الذي اعتبر مرة وأهمل مرة كأنك تقول فيه بمبدأ التناقض، يعني أن الشيء موجود ولا موجود. هذه مسألة. والمبدأ الثاني هو مبدأ التساوي، إن كل مجموعة أجزاء تتساوى مع جزء آخر تماما من حيث الكم فهي جميعا متساوية، لست بحاجة إن أنا أعاين أو أقارن بين كل واحدة على حدة والثانية لا، خلاص ما دام الكل تساوى مع حاجة واحدة يبقى إذا افترضت إن اثنين تساووا مع نمرة ثلاثة يبقى الثلاثة كلهم متساويين بداهة. ثم إنه استدل عليها بناء على هذين المبدأين. فهم يا شيخ، واعتبر إن الاثنين دول اللي هو مبدأ التمييز بين الكل والجزء أو بين الكل وجزئه، مش الكل والجزء، الكل مجموع الأشياء وجزئه الداخل فيه، وكذلك مسلمة أو مبدأ التساوي إن العناصر أو الكميات المساوية لكمية أخرى هي جميعا فيما بينها متساوية. يعتبر إن المسلمتين دول أو النظريتين دول زي ما يسموهم أحيانا في أساسيات الهندسة هي أساس مقولات الكم، مسلمات الكم، يعني عشان تتكلم في الكم المنفصل اللي هو العدد الحساب، أو الكم المتصل اللي هو الرياضات الأخرى كالهندسة وغيرها، وبالأخص كالزمن، حيث إن الآنات متصلة فلا يوجد فاصل فيسموه الكم المتصل، بينما في الأشياء الحسية يمكنك أن تحدد حدا فاصلا بين كميتين فيسموه كم متصل وكم منفصل. فالاثنين دول هما أساس. النقطة الثانية أو الثالثة اللي هي مبدأ مبدأ عدم التناقض، يعني أو فكرة مبنية على مبدأ عدم التناقض، يعني إن الشيء، أرجو إن إخواننا اللي حضرتك معنا لأول مرة، الأخ كان معنا قبل كده، خليه يلخص لك المسائل عشان أنت بتسمعها لأول مرة وأنا قضيت فيها وقتا طويلا وألخصها الآن. فما فيش مانع يعني ان الافريقي يدرس لواحد اسيوي او اوروبي او ما اعرفش، مش مصري طبعا، المانيا. المانيا 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 واللغه العربيه جيده، يفهمني الحمد لله رب العالمين.
هذا المبدأ أو الفكرة الثالثة، إن الشيء لا يمكن أن يوجد في مكانين مختلفين في وقت واحد. الشيء الواحد، نحن نتكلم في المبادئ العقلية، فلا يعترضن أحد بالأمور الروحية. إحنا نتكلم في المسائل العقلانية المادية. الشيء الواحد لا يمكن أن يوجد في مكانين مختلفين في آن واحد. لأنه لو وجد في مكانين مختلفين في وقت واحد لتساوى أو اشتبه الشيء الواحد بالشيئين المتغيرين المختلفين. وأنت قلت في المبادئ اللي فاتت إن الشيء لا يكون نفسه وغيره، وقلت إن الشيء لو كان نفسه وغيره لحدث التناقض. وبناء عليه فإن الجسم الواحد لا يوجد إلا في مكان واحد أو أين واحد. كلمة أين أوسع شوية لأن تشمل ما يسمى عند المتكلمين بالحي. فكرة الحي أوسع من فكرة المكان. أيها الأخ الألماني، المتكلمين يقولون بأن المكان هو مستقر الجسم، لكن الجوهر الواحد الفرد في أول لحظات خلقه لا مضى عليه لحظة ثانية حتى تقول لي إنه ساكن، ولا انتقل إلى مكان جديد حتى تقول لي إنه متحرك، وإنما هو فقط في أول لحظات وجوده. شكرا لك. فما حاله؟ ما أينه؟ كيف يوجد أو أين يوجد؟ هو ذا الحي. إذا الحي يشمل المكان لديه ويشمل موقع وجود الجوهر الفرد في أول لحظات خلقه. هل كلامي هذا واضح؟ أهلا بالشيخ الذي نسينا براس. عفوا أخي، أنت تلبس العلم عشان إحنا الجلوس جاب. الذي الشيخ مفنطن إذا لبس العمامة. يقول لك أنا ابن جلا وطلاع الثنايا. هذا شعر عربي قديم. متى أضع العمامة تعرفني، ووضعها خلعها. مش يضعها يعني يضعها بعد أن كانت، أما رفعها فلبسها. ولا فتلك هي القضايا أو المبادئ أو المسلمات القائمة على ما يسمى بشروط العقل الأساسية، وهي المعلومة لدى أرسطو وأتباعه بمبدأ الذاتية، مبدأ عدم التناقض، مبدأ الثالث المرفوع. كلمة ثالث مرفوع مسألة في غاية البساطة، يعني ليس هناك بين الموجود والمعدوم شيء ثالث. موجود ومعدوم لا، هذا مستحيل، هذا مرفوع محال منفي. الرفع في عبارات ضد، مش زي رفع الأمام ووضعه. الرفع عندهم السلب ضد الإثبات وهو الإيجاب. ماشي، كل اللي فات ده نسيتوه الآن ثاني، ولكن لا أملك إلا أن الواحد
يقرا الحاجات دي مره بعد مره حتى ترسخ في ذهنه. المبادئ الاساسيه يا شيخنا مش عنده كلام في اصول الدين. واحد كاتب عن مش بطال عن الكندي وبيتكلم في المبادئ دي، لان الكندي كما تعلم رياضي بجانب كونه فيلسوفا. مناقشة يوم الاثنين يا مولانا؟ بيسأل عن مناقشة انت يا سيدي. يوم الاثنين؟ لا يوم السبت القادم. هي تأجلت. تغيرت. يوم السبت القادم الساعة 10:30. الساعة كم والله أنا مش فاكر. اسألني وقول لي. بعد بكرة يا سيدنا. السبت اللي هو بعد بكرة. هي كانت السبت وتغيرت الاثنين. طب روح للمشايخ قول لهم كده ان يوم الاثنين سأكون خارج مصر. كده. هي كانت الاثنين. وتغيرت الى الاحد. وتغيرت الى السبت. يعني هي بعد غد. اخ اسمه عبد الرحمن فهمي. معيد أو مدرس مساعد. بس المسألة كلها في هل هناك بدهيات وأن هناك من يشكك في ذلك وأن الأمر استدعى للكلام عن أوضح البديهيات أو ما تزعمونه أيها المثبتون للبديهيات. واضح كلمة بديهي يا أخي؟ اسمك فاروق. فاروق. فاروق يا أستاذ. فاروق. الفاروق والروح. أهلا وسهلا يا شيخ فاروق. عمال أفتكر في الأخ الذي زارنا مرة في إسلام أباد اسمه أحمد كذا من قدامى المسلمين في ألمان حوالي 20 عاما على الأقل في أوروبا. أحمد كذا يا شيخ فاروق. هناك من يمكن ان فيه امور يدركها العقل ببساطه ولا تحتاج الى دليل ويسمونها بديهيا، ولكن لتحقيق مساله المعرفه فاحتاج لمناقشه ذلك. هناك من قال لا، ليس هناك بديهيا. اوضح البديهيات لديكم الشيء لا يكون نفسه وغيره، الشيء لا يمكن أن يكون موجودا ومعدوما في وقت واحد، إما أن يكون الشيء معدوما وإما أن يكون. كل الصيغ الثلاثة دي تكاد تكون واحدة، هي مبنية على المبدأ الذاتية ومبدأ عدم التناقض. فإذا كانت هذه أوضح أفكاركم التي تصفونها بالبداهة فأنا أملك كلام غير كده. كيف يحتاج الأمر إلى بيان الأفكار أو الشرائط العقل الأساسية أو الأحكام العقلية الأساسية على النحو الذي لخصته؟ وكلمة لخص يلخص به قلنا لها دلالة عنه، مش معناها ليس معناها تتكلمت بالعامية المصرية أنت تنبهني أو أنت عارف اللغتين، يعني معنى من لا يعرف إلا الفصحى ويعرف العامية. فهذه البديهيات المزعومة هي نظريات
يعني هي أمور محتاجة إلى بيان، وكلمة بيان يعني دليل، وكلمة تلخيص يعني فهم المعنى والتعبير عنه بعبارة واضحة موجزة أو غير موجزة، مش منظور في التلخيص إلى الإيجاز وعدم. قد يكون التلخيص أزيد من الأصل إذا اقتضى الأمر ذلك. فالتلخيص عندهم زي ما قلت لكم ملخصات ابن رشد، تلخيص الجمهورية، تلخيص كتاب السياسة، تلخيص ما بعد الطبيعة. التلخيص عنده هو الشرح والبيان، وله ثلاث صيغ: موجزة ومتوسطة وموسعة، وهو أحيانا يزيد على الأصل في تلخيص. أهلا وأين هي تلك المثال؟ اسمه إيه؟ المثال؟ فقالوا هذه القضايا التي تعتبرونها مبادئ مسلمة أو بديهيات واضحة لدى العقل، نحن تبدو لنا كما لو كانت أمورا نظرية، وده خلاصة الاعتراض الأول، أو يعني هو ده تمهيد للاعتراض الأول. فهو بيقول أيا كانت الصيغة صفحة 150 التي ستصوغ بها مبدأ عدم التناقض أو بعبارة أخرى مبدأ الذاتية، هما وجهان فكرة واحدة. أنتم عشان توضحوا بأنه لا يمكن أن يقبل وجود الشيء في مكانين مختلفين في وقت واحد، أو إن الجزء لا يتساوى مع الكل، أو إن الأشياء مساوية لكمية أخرى هي فيما بينها جميعا متساوية، تلجأون إلى نوع من الاستدلال، ومعنى ذلك أنها نظرية. إحنا بقى بنقول في صفحة النص الثاني بقى من صفحة 150، أنا بلخصه أو بعود إلى ما فات لكي تستحضرون. بنرد بنقول ليس هذا من قبيل البيان والاستدلال، يعني الشيخ هنا احترازا من دعوى النظرية، أنا كتب بنفسي كده احترازا من ادعاء النظرية. عندي كلمة وهذه الاستدلالات في صفحة 150. هذا احتراز من الدعوة النظرية اللي فات ده كان مجرد لفت ذهن. في فرق بين البديهي بديهي، ولكن قد يكون غائب عن الخاطر، ممكن الإنسان يكون غافل، ذهنه غير ملتفت، مشغول بشيء آخر، فيحتاج إلى لفت ذهن. هذا شيء يكون يحتاج إلى دليل وبرهان عقلي شيء آخر، فهذا من قبيل لفت ذهن، وليس من قبيل الاستدلال، يعني من قبيل إيراد الحقيقة بعبرة. ما الذي دعاه إلى ذلك؟ الاحتراز من دعوى النظرية، يعني ما دام انتم نفسكم بتحتاجوا الى توضيح هذه المبادئ فكيف تدعون بلاهتها؟ واضح كده تبقى نظرية. قل لهم لا، ما اوردناه ليس على قبيل البرهنة وانما على قبيل التنبيه. في فرق بين التنبيه وبين الدليل. ده استاذ محمد فضل بس أظن من الشرك أن هو أنه خلاف عبد المطلب مع محمد صالح،
لا أعرف عبد المطلب مع محمد فاروق، وحاول أن يتصل بك أول أمس ولكن التليفون كان مغلق. طيب شكرا كويس. بس فبيقول سيبك من العبارات والتلخيصات، وهنا قال كلمة يلخص، الفكرة كلها إن إحنا بنشرح ونلفت الأذهان إلى تلك المبادئ البسيطة البديهية أو البديهية، ما تفرقش كثير. بعض إخواننا يعني بيهتموا كلمة عقلي وعقيدي، لا لا بأس، يعني هذه قاعدة صرفية، إن النسبة إلى فعيلة يبقى فعالي كده. سيدنا جرير بن عبد الله البجلي عن الصحابة البارزين، النسبة إلى بجيلة وغيره، لكن أحيانا بيشتهر الاسم بالياء، فلو قالها أحد لا تستحق الله. فالشاهد لغاية أوائل 151 هو بيتكلم في الفكرة، إن فلتكن تنبيه والمبادئ التي أوردناها سواء تلك الأساسية الذاتية، الشيء لا يكون إلا ذاته، نفس التناقض أو بطلان التناقض أو عدم التناقض، إن الشيء لا يكون نفسه وغيره في وقت واحد. ولم يتعرض للمبدأ الثالث المرفوع لأنه مرفوع، لأنه محال، ليس هناك وسط بين الوجود والعدم أو الوجود واللا وجود. وكل دي مبادئ في مجال التفكير العقلي، ولا يعترضن أحد بمجال آخر روحاني أو خلافه. أهلا وسهلا. واضح يا سادة؟ ومن بنى عليها، وهي فكرة الكل والجزء، فكرة التساوي، وفكرة الشيء الواحد لا يكون في مكانين مختلفين وقت واحد. ثم بدأ يورد لغاية دلوقتي احنا بنقول دي مسلمات بدهية، يورد الاعتراضات الأربعة أو الشبه الأربع على فكرة البداهة أصلا، ليس هناك بديهة. الأولى منها، وهو عبارة عن صورة أخرى من نفس تقسيم الحكم العقلي إلى ثلاثة، واجب جائز ومستحيل، وقال إن الوجوه التي نعتمد عليها في نفي البداهة أربعة أشياء، وهي نمرة واحد، وأظن تكلمنا عنه كما قال الأخ الكريم، ممكن تكتب على أي الهامشين شيء، واحد رقم واحد المعارضة، أرى كتابة ليلى، المعارضة الأولى المنبنية على مش عارف الكلام ما يهمش، يعني على تصور المعدوم، هذه الفكرة. يعني أنت بتقول الأقسام ثلاثة، موجود ومعدوم، معناه أنك تصورت المعدوم، ومعنى أنك تصورت أنك ميزت، يعني مش بس أثبتته، ده أنت أثبتته وأثبتت له شيئا وهو اختلافه عن
عما سواه. فهمي باش معلوم نوع من المناقشة الجدلية، فكر كيف تجيب عنها أو كيف سيجيب عنها الشيخ. لكن هذا هو الاعتراض الأول، وهو الاعتراض على البداهة بفكرة تصور المعدوم. أنا عاجز عن قراءة ما كتبته ليلا متشخبط، وكما قلت لكم هو منبني أو عبارة عن مناقشة لفكرة أقسام الحكم العقلي، فكرة الواجب والجائز والمستحيل. كيف تقول بأن الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما؟ معنى ذلك أنك تتصور المعدوم، وتصور الشيء لا يعني مجرد إثباته فقط، بل يعني إثباته والحكم عليه بالتميز، والحكم عليه بالتميز عما سواه. أهلا وسهلا بالشيخ الدمشقي، لا الشيخ الكويت. أنت كنت سوري في الأصل؟ شكلك سوري يا أخي. يا مرحبا، أهلا وسهلا. وقد ناقش هذه الفكرة في صفحة 152، وما دام المعدوم ثابتا في نفسه فكيف يكون معدوما؟ يعني بي 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 في اللغة المصرية يقول لك حشكل، يعني نوع من اللجاجة أو نوع من اختراع المشكلات. كيف يكون معدوما وأنت أثبتته؟ فهذا خلف أو خلف زي بعض، يعني هذا باطل، أول شيء هذا تناقض. فأنت تصف مرة بالعدم ومرة بالوجود أو الثبوت، بل قلنا ليس مجرد الثبوت، الثبوت وخطوة أخرى، وهي أن تصفه بأنه مبين لغيره. واضح؟ والشيخ قال بعد كده إنه لبيان رأي المخالف أنه ثابت في الذهن فلا خوف في ذلك، إذ المعدوم في الخارج يكون ثابتا موجودا في الذهن. دي مسألة التمييز، وهي الرد على القائلين بالحال كنتوا عارفين الكلام ده. الحال يعني شيء أو أمر وسط بين الموجود والمعدوم. هذه فكرة قال بها بعض المفكرين المسلمين، ولكن الرأي السائد لأن علم الكلام علم عقلي أن الشيء إما أن يكون موجودا أو معدوما ولا وسط بينهما. وأما القول بالحال لدى من قالوا به معتزلة أو بعض علماء أهل السنة غرضهم الوجود الذهني، فهو معدوم في الخارج موجود في الذهن، وهذا لا تناقض فيه. التناقض إذا ما حكم على الشيء، اقرأ باب التناقض في المنطق في حاجة اسمها الوحدات السمان، لازم يكون المحكوم عليه واحد، والحكم واحد، والوقت واحد، والوصف واحد، والشرط واحد، وإلى آخره. فهنا يبقى تناقض صحيح، لكن إنك تدركه هنا بمعنى وهنا بمعنى آخر لا تناقض. وهو موجود في الذهن معدوم في الخارج. فلا خلف، يعني لا بطلان فيما قلناه في صفحة 152. وبعدين عرض نفس الاعتراض بصيغة أخرى بأخرى. الشبهة الثانية في هذا التلخيص ضد البداهة، إن لا شيء بديهي وكل الأمور نظرية، تقول ممكن تلخص على هامش صفحة 153 وتقول اثنين من الاعتراضات ضد البداهة أن فيها يقول بالبداهة
إثبات حقيقة وماهية للمعدوم، ويترتب عليه أو على ذلك المتقول أن يكون القسم قسيما. إيه الحكاية دي؟ أرينا الكلام ده؟ أنا مش فاكر، ما فكرت وأنا ناسي. على كل حال نقرأ إذا كانش عندكم معنى، يا إما واحد يلخصه لي، إذا لخصتموه أقفز. مش أنت اللي بتقول أرينا؟ طب ازاي؟ ولا شيخ الافارقه ده؟ انتوا غانا ولا غينيا؟ ولا ساحل العاج؟ ساحل العاج ده كان كوت ديفوار ولا ايه؟ الايفواري بيسموه، ينسبون اليه في التلفزيون المصري الايفواري، يعني متمسكين بالتسمية الفرنجية كوت ديفوار ساحل العاج، ويعيب يعني الكلمة العربية. الشاهد ان غانا بس هي الموجودة من افريقيا فيه. مش عندك ثقافة المونديال زي ما بيقولوا؟ ثقافة المونديال. الشيخ اللي اسمه سعيد دسوين رئيس الأهرام في الصف الجنتي. ازاي يعني؟ الفكره اللي فاتت كانت انك انت قولك يؤدي الى ان يكون المعدوم موجودا او على الاقل ثابتا، لانك حكمت بالتمايز بينه وبين الموجود، فمعنى ذلك انك تصورته، ومعنى أنك تصورته أنه ثابت في ذهنك، ليس هذا فحسب، وإنما كما قلنا وأنك ميزته، خذوا بالكم من الفكرة، أثبتته كائنا ذهنيا وجعلته مباينا أو مقابلا للموجود، إذن هو أيضا بالإضافة إلى كونه ثابتا ومتحققا ولو في الذهن، فهو أيضا متميز. هنا بيعتمد على فكرة المعدوم برضه، ولكن من حيث إنك أنت ما دام تحكم عليه يبقى جعلت له ماهية، ودام جعلت له ماهية يبقى أنت أثبتت له فعلا حاجتين. خد بالك، ربما يكون هم اللي فاتوا بس بفكرة أخرى أو تفكير آخر. إزاي؟ أثبتت له حاجتين، أثبتت له ما بدأت أنا به من التعريفات، وهو أن الماهية ما به الشيء هو هو ماهية الإنسان، حياة ونطق، حيوية وتفكير، هي دي جوهر الإنسان، كل ما سوى صفات أخرى وخصائص خارجية، دي الحقيقة. لكن إذا نظرت إلى الحقيقة زائد الوجود، يعني الحقيقة حقيقة الشيء بصرف النظر عن أنه يكون موجود أو مش موجود، لا التفات إلى هذا، لكن إذا نظرت إلى الشيء من حيث هو حقيقة زائد موجود في الخارج، يبقى أنت بإزاء الماهية، وأنت هنا أثبتت ماهية، أثبتت حاجتين، أثبتت الحقيقة للمعدوم وأثبتت الوجود له، لأن لا ماهية إلا حقيقة زائد وجود. والمستوى الثالث كما قلنا التعين والتشخص. إذا ما نظرت إلى حقيقة الشيء حاصلة متحققة موجودة في الخارج وفي شيء معين بالذات،
كحسن أو إبراهيم أو محمد أو فاطمة أو عائشة للإنسان، يبقى أنت بإزاء الماء الحقيقة والماهية التي هي حقيقة ماء الوجود، والتعين والتشخص في فرد معين لذاته، وهذا ما يسمى التعين أو التشخص. العين الشيء المحدد المعين الذي لا يشارك سواه. احنا في المستوى الثالث دلوقتي، ما دام قلت انه ما هي يبقى اثبتت له الحقيقه واثبتت له الوجود، يبقى المعدوم موجود، يبقى بطل مبدا التناقض بتاعك. واضح؟ ليه؟ لانه هيترتب عليه ان القسيم، اسف، ان القسم هيبقى قسيم. يعني ازاي؟ يحتاج الامر الى مصطلحات او تعريفات. هناك ودي للمره الكذا المقسم، يا شيخ فاروق، فكره التقسيم فكره منطقيه موجوده من ايام افلاطون، وموجودة لدى المسلمين في علم بيسموه علم آداب البحث والمناظرة، لأن تصنيف العلوم وتقسيمها ده شيء ضروري، وداخل كل علم لا بد من التقسيم. فالشاهد أن القسمة طريقة من طرق الإدراك. فإحنا عندنا كل جامع مقسم، فالشيء موضوع التقسيم الذي سوف نقسمه اسمه مقسم أو مقسم، معناه مقسم الشيء الذي مقسمه، لكن اسمه مقسم. ليه؟ لأنه كما تعلم كلمة مقسم دي اسم مصدر، و المصدر يمكن أن يستخدم للمعنى المصدري اللي هو القيام بالعملية، أو لما يترتب عليه وهو الشيء نفسه. مقصد به اسم المصدر، يعني مقصود به الذات وليس المعنى المصدر. مقصد به اسم المصدر ولا اسم المكان مثلا؟ وينفع اسم مكان ومصدر مين؟ وينفع اسم الزمان حسب السياق، لكن هي على مفعل قسم اقسم زي ما بنقول مضحف، ينفع اسم المكان واسم معنى الاتحاف واسم معنى التحفه نفسها واسم مفعول. اللي يهمنا في التعريفات ان في حاجه اسمها المعنى المصدري، لما تقول عطاء يعني ان تعطي احدا، ده المعنى المصدري، لكن العطاء يجي بمعنى الشيء المعطى لاجله، المعنى الحاصل للمصدر، مش كده؟ هذا عطاؤنا، سوره صاد، فايه؟ بغير حساب. فيجي بمعنى الإعطاء وبمعنى الشيء المعطى. ليه كده؟ الرزق بمعنى أن يرزق أو ما رزقك به، ما منحك إياه، زي كده. فأنت دلوقتي غرضك الشيء اللي هتقسمه الشيء موضوع التقسيم، واضح؟ يعني على سبيل المثال إنسان مقسم إلى حياة ونطق في التقسيم العقلي يعني، أو هذه النظرة مقسمة إلى عينين، عينين أو عينين مثلا يعني، الإنسان رجل وامرأة، الإنسان إلى آخره. فالمقسم الشيء المقسم، والقسم أحد أجزاء التقسيم. وإذا قرنت قسمين مع بعض يبقى ده اسمه قسيم وده قسيم. فالقسيم هو أحد الأقسام
المتعددة، وكل واحد منها قسيم، ولكن إذا نظرت إلى أحد هذه الأقسام منسوبا إلى الكل يبقى قسم مش قسيم. في فرق بين القسيم والقسم. القسيم اللي تحت دول مع بعض في العلاقة فيما بينهم بعضهم البعض، لكن إذا قررت واحد منهم بالأب بالكل الجامع يبقى هو قسم. فهل يستوي القسم مع القسيم ولا ما ينفعش؟ لا يصلح، لا يمكن أن يكون القسم أنتم أنا ولا إيه؟ أو يستوي القسم مع المقسم؟ ما ينفعش. فهنا بقى بيقول إنك تحول قسم المعدوم إلى قسم الله. يعني أنت تتكلم عن المعدوم المطلق الذي لا يوجد لا في الأذان ولا في الخارج، ثم تكلمت عن أحد أقسامه وهو المعدوم في الخارج وإن كان موجود ذهنك، ده معدوم برضو بس معدوم خاص، أليس كذلك؟ داخل في المعدوم العام أو المعدوم المطلق، يعني هو قسم منه، أليس كذلك؟ وبعدين ترجع ثاني تعمله قسيم له، يعني يبقى مساوي له، والقسيمان لازم يتساويان، التفاوت إنما يكون بين القسم والكل أو المقصد. واضح الفكر؟ أنت بهذا سويت بين القسم والقسيم، جعلت قسم الشيء قسيما له. الفكرة دي باينة ولا مش باينة؟ نشوف تطبيقا على الكلام اللي معانا ده، مش هشرح ثاني، احنا لغاية دلوقتي من ساعة ما بدأنا مرنا باللفظ. بيقول إن لما تقول لي مثلا ان ده من قبيل المعدوم في الخارج لكنه موجود فقط في الذهن، وده الرد اللي احنا قلناه الصفحه اللي فاتت، يبقى ده معدوم برضه ولكن معدوم خاص، معدوم بمعنى واحد وهو الخارجي، وفيه المعدوم المطلق يعني المعدوم بكل معاني العدم. واضح هذا الكلام؟ طيب يبقى انت اثبتت حاجه خاصه تحت حاجه عامه او جزء او قسم تحت مقسمين، ماشي. المقسم هو المعدوم العام والقسم هو المعدوم الخاص. بيقول والا يعني ايه هو الذي عاد الكلام اللي قبل هذا؟ لو كان المعدوم متميزا كما قلت لكانت له حقيقة وماهية، تذكرون؟ له حقيقة يعني مفهوم في المخ، وماهية يعني تحقق في الخارج. فإذا قلت هذا الشيء متميز فمعنى ذلك انه ليس مثبتا فحسب وانما مغاير لغيره، معنى ذلك انه ليس موجودا فحسب وانما موجود ومتحقق في الخارج، لان هذا هو معنى الماهيه. ليه؟ لانك تسلبه بتنفيه وسلبك إياه يعني رفع الماهية، فكأن في عمل ما يقول لك نسلب طبوي يعني، وماذا في السلب؟ السلب نفسه، خليك معانا، فيه أمران، فيه أنك تعتد له بمفهوم وبحصول في الخارج،
وإلا لما احتجت إلى رفعه. ما تقول هو مرفوع من الأصل، ما دام رفعته يبقى اعترفت له بباهية، فلا سلب إلا للباهية الثابتة، تنفيها بدل ثبوتها. وفي ثبوتها أمران: المعنى والمفهوم والحصول الخارجي. أني فيها أخرى بالاعتراف السابق، تفهمني يا أخي؟ طب وإيه يعني بقى حكاية قسيم وقسم؟ تيجي إزاي؟ فهمنا بقى؟ وإلا يعني لا، وإذا ما كانش السلب يفيد الإثبات الماهوي ده أو المفهوم والحصول الخارجي، وإلا أي وإن لم يكن للعقل في أول 54 سلبها، سلب الماهية ونفيها، انتفى الوجود. وإذا كان للعقل سلبها وانت وفيت على أنها كسلة، فسلبها عدم خاص، والعدم العام المطلق يشمل ويشمل غيره، يمكن أن ينقسم إلى عدم مطلق وعدم خاص، والاثنين يشملهم العدم. فالسلب الخاص ده اللي هو عدم خاص، خاص ليه؟ لأنه مضاف إلى حقيقة العدم، واضح يا سادة؟ بل إلى الحقيقة والماهية كنت فاكر، وده قسم من أقسام العدم. قسم ولا لا؟ ولا قسيم؟ قسم. العدم المطلق يشمل العدم بكل المعاني في المخ وفي الخارج، وده موجود في الذهن فقط، معدوم في الخارج. إذن هو قسم من أقسام المعدوم، بس قسم خاص، صح؟ شكرا لك. فإذن هو قسم، قسم من العدم المطلق، وهو هذا العدم الخاص. أنا بكتب لنفسي لعدم ثقتي، بس برجع مع الشأر الكتابة الذي الخاص ده، الذي هو عدم الحقيقة والماهية. بس هو إلى بكده الحقيقة، لا هو يمكن حقيقة بس، هو سلب للحقيقة وسلب للماهية، لأنه لا يسلب إلا ذلك. لولا أنها ثابتة لما احتاجت إلى أن تسلب، وإلا تبقى مرفوعة يعني منفية. ففي سلبها إثبات أمرين: معنى يخصها، وحصول لو لم تسلب. فإذ سلبت قد اعتبرت أو اعترفت بالاثنين. معنا يا شيخ كل اللي حوالين العمود دول لازم يكونوا أحسن من اللي غيره. شيخ عمود، يقول لك شيخ عمود يا شيخ فاروق، يعني أستاذ كرسي وفسر كبشير. يقول بقى ده قسم من العدم المطلق، وهو هذا العدم الخاص الذي هو عدم الحقيقة والماهية وسلبهما. طيب، سوف يصبح قسيما له. ليه؟ لأنه رفعه الذي يقابل. واضح يا شيخ؟ نعم. أنت بسلبك إياه جعلته مقابلا له. أنت بتبقى الشيء إما أن يكون أو لا يكون، هي دي لا يكون. وخطأ ده مش في العدم اللي هو سبق الوجود، يعني رفع الوجود هذا عن الشيء فصار به معدوما، ده مش بيكون في العدم اللي هو سبق الوجود، ليس العدم المطلق اللي هو يعني عبارة عن فكرة في الذهن وخلاص. أنا لا يعنيني الآن أن يسبق وجوده ولا يسبق وجود، يعني إن رفع
الشيء انه كان قبل ذلك لو لم يرفع، اليس كذلك؟ يبقى هو مقابل للمسبق، بمعنى اخر قسيم له. الملا هو المجتهد، في حين انت قبل ذلك اعتبرته قسما منه، واخد بالك؟ انت اذ رفعته وقعت في امرين، جعلته جزءا منه حيث اعترفت له بشيئين، بماهية أو مفهوم وبحصول لا يعنيني في الذهن أو في الخارج، واضح؟ إذن هو أحد أقسام المعدوم، فهو قسم. وأنت إذا رفعته جعلته مقابلا للمثبت تماما بتمام، زي كلمتك الشيء إما موجود وإما معدوم، مش دول متقابلان متساويان قسيمان، مش كده؟ هل في هذا مجادلة؟ هي فيها لعبة جدلية صحيح، لكن امشي مع كلامه وبعدين نرد عليه. فبإثباتك إياه وقعت في شيئين، مرة تعتبره قسما، أثبتت الشيئين الماهية والأصول، ومرة تعتبره قسيما مقابلا للوجود، وإلى لم أحتاج إلى رفع، معنى الرفع أنه مصبح مقابل للوجود، فأنت اعتبرته قسيم، القسم صار قسيم، والقسم جزء، والقسيم مساوي، أين قاعدة التساوي التي قلت عليها؟ إيش قاعدة التساوي؟ أحد البديهيات الثلاثة عندك المنبني على مبدأي الذاتية وعدم التناقض، واضح؟ تمام. مبدأ الجزئية والكلية، مبدأ المساواة، كل الكميات المساوية لكمية أخرى هي فيما بينها جميعا متساوية دون برهنة، بس بتفزق. والثالث الشيء الواحد لا يكون موجود في مكانين مختلفين بمعنى واحد في وقت واحد، مش دي المسلمات الثلاثة؟ هذه لخبطت لك بتاعة المساواة، هذه الاعتراض رقم اثنين أظن. طيب نروح لنمرة ثلاثة، مش ضروري ولا نقرأ الكلام ده كله إذا كنت عايزينه. ايش يا شيخ خالد؟ 53. انت بتقول وصلنا الى 55 مش دي؟ 56 كمان؟ ايه ده؟ امال ما عرفتش في الاخص. انا عامل هوامش في 56. ولا انا ما عندكش وقت؟ اظن ان انا لخصت من الاثنين بقدر كافي، ننقل على ثلاثة. الثلاثة هي ايه؟ لا بداهة ولا بدهيات. لماذا؟ نظرا لوقوع التناقض في إثبات البداهة، تناقض أو إنشاء إثبات للحال، وانت عرفت الحال اللي هي الكائن أو الشيء أو الأمر الذي لا هو موجود ولا هو معدوم. صحيح ان احنا اجبنا عنه، ولكن لدى المثبتين هم عندهم حد اوسط، حاجه متوسطه بين الوجود والعدم، لا هي بالموجود الكامل ولا هي بالمعدوم الكامل، هي بين بين. فالقول بالبداهه يفضي إلى إبطال مبدأ التناقض، أو إلى القول بجواز التناقض، تسليم بالتناقض، أو بالحال كيف سنقرأ هذا. وأيضا يعني ومن اعتراضاتهم أيضا، لو لم يكن الشيء معدوما في نفسه على ذلك التقدير بتبع النفاذ، لو وجد ذلك الشيء مرتين
وكان موجودا بوجودين، هذا خلف أو خلف، يعني هذا تناقض أو هذا بطلان باطل. لماذا؟ فإذا ثبت أن الشيء معدوم في نفسه والوجود موجود، العدم معدوم مرفوع والوجود موجود، يبقى الشيء معدوم في نفسه على ذلك التقدير، لو لم يكن الشيء معدوما في نفسه لوجد ذلك الشيء مرتين. دي بتقول إلى فكرة أنها زمان، أنت لما تتكلم عن الوجود والعدم بتتكلم عن الوجود في حد ذاته، الشيء في حد ذاته، ولا الشيء حاصلا لغيره. يعني مثلا اللون، الصفرة دي أصفر أو أبيض، أنت بتتكلم عن البياض يعني المعنى في ذاته، ولا بتتكلم عن المبيض أو الأبيض يعني إثبات البياض لشيء تاني؟ والله جايز وجايز، أنت واخد بالك؟ فهو بيستخدم الفكرة دي، بيقول إذا أنت بتنظر للشيء ده في حد ذاته، ولا بتنظر له، أم أنك تنظر له ثابتا لغيره لشيء آخر؟ فبيقول لو لم يكن الشيء معدوما في نفسه، لو كان موجود في نفسه وفي حد ذاته متحقق وموجود، البياض معنى نفسه، وترجع تقول إن البياض ده حاصل لهذه المائدة أو الشيء الأبيض، يبقى أثبتته مرتين، إذ هو موجود في حد ذاته في نفسه، وأوجدته لغيره، حكمت عليه بالوجود مرتين، أو توجد الموجود، أو إنك أنت بقى ترفع مرتين، وفي كلا الحالتين أنت بترتكب بتخالف مبدأ التناقض الذي سبق أن قررت بداهته واعتبرته من أوضح الواضحات أو أبده البداهات أو أول الأوائل كما عبر. أوائل هنا يعني من أوضح الأفكار التي ترد إلى الذهن. طيب لو لم يكن الشيء معدوما في نفسه، لو أخذنا بفكرة أن الشيء في حد ذاته موجود، أنا أحب أقول الحل علشان لا تحرق الذهن من إحنا بنقول البياض ده لا وجود له في نفسه ما لم يوجد لغيره، ليس هناك شيء اسمه البياض يوجد وحده، ليس هناك شيء اسمه الطول ما لم يوجد شيء طويل. الشيخ فاروق ذا طويل، هل يمكن أن تنزع الطول منه؟ هل في شيء اسمه الطول لوحده كده متحقق وموجود في الخارج؟ الطول لا يكون إلا في شيء طويل، ولو انتزع من الشيء هلك كلاهما، هلك الطول وهلك الشيء، تفهمني؟ فالحقيقة أنه لا وجود للعرض في ذاته عند عرض صفر، وإنما هو يوجد لغيره، ودي الحشكلة ما يكون لها أفكار جدلية مردود عليه. فهو هنا بقى بيستخدم الفكرة ضدنا، ضد القائلين بإثبات البداهة، ويقول إنه في إثبات البداهة إثبات للتناقض أو صحة التناقض، أو إن ما كنتش هتقبل التناقض وتهرب
يبقى تثبت الحال اللي هو الشيء الوسيط بين الموجود والمعدوم حتى تنجو من التناقض او من الوقوع في التناقض. ماشي الكلام؟ اقرب. فاذا ثبت ان الشيء معدوم في نفسه وان الوجود موجود. ولما تقول الوجود موجود كانك تثبت وجودين. الوجود لازم يكون موجود والوجود عدم مستحيل. يعني اذا هو تحقق وحصول ثم تحكم عليه بالحصول الذي حصل به. الوجود موجود الذي هو. فاذا والا اي وان لم يكن الوجود موجودا اجتمع النقيضان. يعني هتقول الوجود غير موجود خد عين التناقض. يعني هي حصار نوع من الحصار زي بتاع غزه كده. وان لم يكن الوجود موجودا اجتمع النقيضان. انت مستعد تقول الوجود غير موجود؟ الوجود موجود يبقى اثبت وجودين. طيب اجتمع النقيضان على تقدير كونه معدوما او وجدت الواسطه بين الموجود والمعدوم. اذا كنت تقول لا انا مش قصدي ولا اريد ان اصف الوجود بانه غير موجود وتهرب من هذا يبقى المهرب الوحيد انك تقول بالحال. يعني ان فيه موجود وفيه معدوم وفيه شيء لا هو بالموجود ولا هو بالمعدوم. فيبقى ده المهرب الوحيد بدلا من الوقوع في التناقض ووصف الموجود بالعدم وانه غير موجود. بس احنا غروبنا الى القول بالحال كمخرج وليس عن امام الفكره المخرج من الفكره. وهل يصح ان تهرب الى فكره تعتقد بطلانها؟ انت من نفاة الحال اليس كذلك؟ ازهري يعني من نفاة الحال. إذن لا ينبغي لك أن تتعلق بفكرة هي باطلة من وجهة نظرك. فأنت بين أمرين كلاهما مضى. إما تسلم ببطلان مبدأ التناقض وتقول إن الوجود يوجد ثاني أو الوجود لا يوجد يعني يعدم. الوجود بعدم يعني أبطلت التناقض. يقول لا أنا مش غرض لأن الغرض إنه موجود من ناحية ومعدوم من ناحية. يعني تثبت الحال. الشيء الثالث الذي لا هو بالموجود ولا بالمعدوم. أنت بين أمرين. هذه الاعتراض نمرة ثلاثة. إيه الرابط يا أستاذنا بين الحال عند النحويين والحال عند الصوفية والحال عند المتكلمين؟ أيوه الحال إيه؟ عند النحويين والصوفية والمتكلمين. نحن لا لكن نعرف الجواب على هذا كله. الحال عند الصوفية أمر متغير لكن تغير البديل. يعني أنت تنتقل من قبض إلى بسط ومن بسط إلى قبض ومن حزن إلى فرح ومن فرح إلى وهكذا. فهو يحول ويتغير ولكن لا يرتفع تماما انما على الثبات. تغير البديل. والحال في النحو ده حكم اعرابي انما اذا اردت المعنى يعني الهيئه التي يكون عليها الفاعل او ركن الجمله. فإذا دخل الأستاذ الدرس مبكرا أو متأخرا مبتسما أو عابسا غير ذلك فهذا حال من أحواله وحكمه النصب لأنه فضل ليس من أركان الجملة الأساسية. الحال وصف الفضل ثم منتصب.
كده يا شيخ النظم. أما الحال عند المتكلمين فهي ذلك الذي لا ينصب وجود ولا عدم، بل فيه شيء منهما له بالموجود عند القائلين به. وهي المدرسة البهشمية، أبو هاشم الجبائي، الجبائي الصغير، الشيخ محمد بن عبد الوهاب الجبائي، تفتكر باسم الشيخ محمد عبد الوهاب المغني، ماشي تمام؟ والله أعلم. فأنت بين أمرين، إما تقول باب بطلان مبدأ التناقض أو أنك ترتكح التناقض، أو تقول بالحق لا مانع عندي من أن يوصف الشيء بالمتقابلين بالوجود وبالعدم في الوقت نفسه. نعم، سؤال، في سؤال؟ تفضل، لكن بصوت رفيع. الحكم عليه بالوجود مرتين. الوجود موجود لا بد منه لتحقق الأشياء، لأن لو لم نقل به لقلنا بالأعراض المجردة أو الجواهر المجردة. أنت عارف أن الحمل له أنواع، في حمل اسمه حمل الهو هو المواطاة، يعني ان المحمول والمحمول عليه او موضوع متساويان تماما، وفي ولا في كلام، هل يجوز؟ انا ابو النجم وشعري شعري، ده رجز مشهور وفيه بقية، ايش من حافظ؟ لله در ما أحس صدري، لله در ما أحس صدري، تنام عيناي وفؤادي يسر. شعر صحيح مش تغيري. أنا قلت لك مرة واحدة انبسطت، أنت تمدح الشيخ فلان، مين هو؟ واحد أستاذ كل الشريعة في شعر صحيح. أنا أبو إيه؟ لله دري ما أحس صدري، يعني أنا الشعر كده يشعر بما لا يشعر به غيره، من هو شعر يعني؟ يعني في علاقة بينه وبين الكائنات غير منظورة، فيه وهو ده اللي بيوجد مرتين من مرارة. أنت بتناقشني في يوجد مرتين، لا يوجد إذ يدرك الشيء إذ يستمتع به وإذ يصفه ويعبر عنه وإذ يصفق له المستمعون أيها الشاعر، ولا يوجد شاعر إلا يحب أن يصفق له. يبقى أولي الأربع مرات بس على اعتبارات مختلفة. أهو ده الجواب بتاعنا، ده نوع آخر من أنواع الحمل الذي كان فيه هو الحمل المتواتر، فيوجد الشيء مرتين، لكن ليس بل في صحة هذا كلام، لأن ماذا يفيد الحمل إذا كان المحمول هو نفس الموضوع أو إذا كان المبتدأ هو نفس الخبر؟ ولما بيقول أنا شعري شعري، يعني شعري الذي تعرفونه، شعري هو ذلك الشعر الرائع الكامل الذي تعرفونه، أو شعري في الماضي هو شعري في الحال أو شعري في السنة. كده يعني، مش ده كلام شرح النسفية اللي خدناها قبل كده؟ لله دري ما أحس صدري، دي أبيات عديدة مش اثنين بس. الله أعلم ولا إيه؟ وللعلم البيت في الرجز الشطر الواحد إذا كان مجزوءا،
كده الجزم وحذف النص ولا ايه؟ ينفع خراج جزم ويبقى ريتكا. طيب نرجع لموضوعنا. هو بقى بيقول ان انت بهذا اما ان ترتكب التناقض وهو لديك بطلانه بلاهة، أو تقول بالوسط وأنت تنفيه وتعتبر أن النفي بداهة، لأن الشيء يجب لابد أن يكون إما موجود وإما معدوم ولا واسطة بينه، وده الثالث المرفوع أو المحال في مصطلح المتكلمين. طيب بيقول بقى إيه؟ أو يجتمع النقيضين على تقدير كونه معدوما في اجتماع النقيضين ووجود الواسطة إما ذا وإما ذا، وده المطلوب، يعني إن أنا أفسد عليك حكاية البداهة، وهو بطلان قولنا السواد إما موجود أو معدوم. واضح؟ فلو قلت السواد موجود يبقى ايه؟ تثبته مرتين؟ ولا الشواب موجود في نفسه موجود لغيره؟ اما موجود او معدوم، اذ على الاول يبطل منع الجمع في هذه المنفصله، وعلى الثاني يبطل منع الخلو فيه. واحد يشرح. يا شيخ خالد، يا أيها الأسمري، وإلى جوارك الإبواري، ولا إيه؟ ما تفكر يا أخي؟ مالي وأنا مالي؟ مالي دي برضو يأتيكم منها ملثمون، وراكم وراكم نجد، بس خلاص التاريخ ما عادش يجدد نفسه. شوف يا سيدي، هذه قضية شرطية منفصلة. الشرطي قسمان يا شيخ فاروق، نحن مضطرون أن نستخدم المنطق الأرسطي والمنطق السوري، لأنه من الناحية التاريخية موجود في هذه الكتب فلا بد لنا منه. فهناك قضية حملية كما تقول الوطن محبوب يحكم للمحمول على الموضوع، قضية حملية. أو هنا قضية شرطية بمعنى أنها فيها شرط وجواب، كما تقول إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ولكن هذا نوع من الشرطية اسمه متصلة، لأن هناك علاقة واضحة بالاتصال بين الشرط والجواب، لكن أحيانا يكون في انفصال بين قسمين فيسمى شرطية منفصلة، اللي دائما فيها إما وإما، الشيء ما يكون كذا أو كذا، لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذه الكامل منه، أو لا يجتمعان معا وقد يرتفعان، وهو الضارب هذه الألوان، فالجسم لا يخلو منها ولكن على التباب، إذا لم يكن أبيض يكون أسود، فيمكن أن يرتفع ولكن لا يمكن أن يجتمع. لكن التردد بين النفي والإثبات كما تقول الشيء إما موجود أو لا موجود، هل هناك واسطة بينها؟ لا واسطة، يبقى إذن لا يجتمعان ولا يفترقان، وذي اللي بيسموها شرطية منفصلة مانعة جمع وخلو. عرفنا أن قد يمنع الجمع فقط زي هذا الشيء إما أخضر وإما أصفر، لا يجتمع فيه الخضرة والصفرة في وقت واحد، ممكن؟ غير ممكن، يبقى دي مانعة جمع ولكن غير مانعة خلو، فقد يخلو منهما بأن يكون أسود. إذن هذه المنفصلة مانعة خلو فحسب،
لكن اللي امتنع الجمع وامتنع الخلو هي المنفصل الحقيقي، لا يجتمعان ولا ينفصعان كما تقول الشيء موجود او لا موجود، او تلخصت كلمه معدوم اما يكون موجودا اما يكون معدوما ولا واصلا. ومعنى انك انت بتمنع الاجتماع انه لا يكون موجودا ومعدوما في وقت واحد، ومعنى انك بتمنع الخلو انك لو اثبتت الوجود انتفى العدم، ولو اثبتت العدم انتفى الوجود. هذه الحكايه كلها يعني. فهو هنا بيقول دي قضيه شخصيه منفصله ماشي، واللي ناخده منها كده ايه؟ بطلان قولنا السواء اما موجود او معدوم. طب ازاي؟ اذ على الاول يبطل منع الجمع في هذه المنفصلة، وعلى الثاني يبطل منع الخلو فيها، ودلله افتعمدوا وقلت اشرحوا وما حدش تطوع حتى المالي. الأول والثاني يعني اللي قلناها قبل كده من لحظة، وهي إما ترتكب التناقض وإما أن تقول بالواسطة الحال. إذا قلت بالواسطة الحال يبقى معنى ذلك إيه؟ إنك تثبت الثالث، يبقى ما فيش منع خلو، وهو ممكن الذي والذي وفقوا لسه الثالث، لا أبيض ولا أصفر ولكن يبقى أخضر، يبقى ما هيش منع خلو صح؟ وعلى الأول إذا بطل التناقض يبقى مش منع الجمع. الكلام ده مبني على انه وفي الحسين اثنين، انت معايا؟ فهو بيقول له اذ على الاول اللي هي فكره التناقض يبطل منع الجمع في هذه المنفصله. انت بتقول ان في المتقابلين التامين لا يجتمعان ابدا، يمتنع الجمع، وعلى الثاني اللي هو إثبات الثالث يمتنع الخلو. فإذا قلت بالتناقض فقد جمعت، وإذا قلت بالحال فليس هناك، فيمكن الهروب من الاثنين المتقابلين إلى الثالث. إما دي شرطية لا نفع منع الجمع ولا نفع منع الخلو. واضح الكلام ولا أي شيء؟ الصورة الأولى نعم. الخلو مفهوم لكن الجمع لا. الخلو مفهوم بالنسبة ولكن الجمع لا. لأن أنت قلت الوجود موجود والعدم حاصل، إذ رفعته ده أنت مش أثبتت الوجود فقط كما اتفقنا، وأثبتت له التميز. هي إعادة للفكرة السابقة بس بصيغه جديده. فانت اثبتت الوجود بالمعدوم يبقى متقابلين، مش متقابلين، اجتمع. ما تعتقد انها مانع الجمع لم تمنع الجمع، ارتكبت التناقض. واذا اثبتت الوسط فلا منع للخلو، فيه شرطيه في الدنيا لا تنفع مانع الجمع ولا مانع، تبقى ايه؟ قضية فاسدة. بس أعيد ثاني أقرأها بس، وعليك بقى تشغل الجهاز اللي في الدماغ. بيقول هذا خلف والوجود موجود، وإلا أي وإن لم يكن الوجود موجودا. ممكن تصف الوجود بالعدم وده بالتناقض بعينه. معانا يا شيخ الماليزي؟ ما انتش الماليزي. اي وان لم يكن الوجود موجودا اجتمع النقيضان. لما تقول الوجود غير موجود يبقى
جماع النقيضين، يبقى دي غير ما جاء الجمع يجتمعان من ذلك جماعته. يبقى الشرطية ليست بمانع الجمع. طيب زي بعض لعلها مانعة خلو، فمن الشرطيات ما يمنع الخلو فقط هذا الشيء، إما أصفر وإما أخضر، أي لا يخلو من أحدهم، لكن ممكن آسف لا يجتمع عليه كلاهما، ولكن قد يخلو من كليهم بأن يكون أسود، فهي مانعة خلو فقط وليست، فهي مانعة جمع فقط وليست مانعة خلو. أما الأولى مانعة جمع وخلو، في مانعة جمع فقط ولا إيه؟ زي نفس النساء مانعة جمع، لكن هم قسمان فقط بين الجدين. ها؟ بين الجدين مش هات بين المتضادين. بين المتضادين لا يجتمعان، فهذا منع جمع، ولا يرتفعان وقد يرتفعان. هذا المثال المسلم بيدي الورد تلك هي الأضداد، فهو منع خلو فقط، منع جمع فقط، لكن منع الخلو مع منعين. يبطل منع الجمع في هذه المنفصلة، وعلى الثاني أي على إشباط الثالث يبطل منع الخلو فيها. على الأول يعني لو أنك نفيت الوجود عن الوجود يبطل منع الجمع في هذه المنفصلة، وعلى الثاني أي لو أنك أثبتت الحال والواسطة يبطل منع الخلو فيها، إذ يجوز أن يخلو عن الوجود والعدم ولكن يثبت له الحال الثالث وهو له الوجود والعدم. يعني أستاذنا دلوقتي هو عاوز يقول نسمع الشيء إما موجود وإما معلوم. قول إن أنا قلت هو إما معلوم يبقى أنا ميزته في دماغي ورفعت عنه. لا يعني ليس في هذا رفع وإنما هو تبديد، كلاهما جائز. طيب إيه بقى بطلان الجمع في النقطة دي؟ إيه هو بطلان يعني؟ شوف إذا قلت بالتقابل التام بين الموجود والمعدوم أو بين يسموه المقدم والتالي فأنت تقول بعدم الجمع وعدم الخلو معا، وإذا قلت بالتباين فقط وليس التام باختلاف فقط كحال الذهن فأنت قائل بعدم الاجتماع فقط وتجيز الخلو، فهي القضية إما مناعة جمع وإما مناعة خلو. مناعة جمع في التبادل في التباين الثالث، ومعها منع الخلو، ولكن في حالة الأضداد وليس المتقابلين تماما، هو الحياة التقابل بين الوجود واللا وجود، ثم بعثر من عدم مساوي للا وجود عند الجمهور. إنما التقابل التام هو بين الشيء إما موجود وإما غير موجود أو لا موجود كما يعبرون بلغة متسامح فيها ليست عربية. فاللا موجود هو المقابل للوجود، فإذا قلت الوجود موجود فأنت تثبت الوجود مرتين، إذا قلت الوجود غير موجود أنت نفيت الوجود عن الوجود وارتكبت التناقض، صح؟ كذلك إذا قلت بالحال فقد جعلت هذه الشرطية مانعة جمع فقط،
ولم تمنع الخلو وانه ما يلزمك به. مولانا اعتبار الوجود والعدم نقيضان، هذا على مذهب نقيضين، اعتبار الوجود والعدم نقيضين على مذهب مثبت الاحوال والا فهما ضدان. لا هما نقيضان عند نفاث الاحوال، نقيضان لا يجتمعان، لكن ليس نقيضين عند مثبت الاحوال. العكس صحيح، ليس بنقيضين عند مثبت الحال، لأن في ثلاثة، لكن الجمهور من العلماء والمفكرين عموما يعني من الإسلاميين وغيرهم على في المجال العقلي وليس المجال الروحي على القول بالتقابل الثاني بين الوجود واللا وجود أو الوجود والعدم. أما كائن لهو بالموجود ولهو بالمعدوم هو عندهم محال وجمع بين نقيضين. بس فإما أن ترتكب التناقض وهو باطل في رأيك وهو البدهة الأولى الشيء إما وإما أول الأوائل كما زعم، أو تقول بالحال وأنت لست من القائلين بالحال. أجل الحصار فين بقى يا شيخ أحمد؟ صفحة كام يا شيخ خالد؟ 54 شيء؟ 56 56؟ طيب، وكلاهما باطل. فهنا بقى لأن وجود الشيء إما نفسه، إذا قلت بأن الوجود هو عين الموجود وذلك رأي كثيرين ومنهم أئمة أهل السنة منهم أبو الحسن الأشعري، وده رأي العلم المعاصر إنه لا فرق، ما فيش حاجة اسمها كليات نظرية، الشيء إما أن يتحقق في الأعيان أو لا. فالوجود هو عين الموجود عند بعض العلماء. إذا قلت إن وجود الشيء هو نفسه يبقى لا يفيد الحمد، حمده عليه تمام، لا يفيد. تصف الشيء بنفسك يعني تقول الماء هو الماء، ماذا يفيد كلامه؟ حينئذ لا يفيد، بل يكون حينئذ قولنا السواد موجود عاريا عن الفائدة، لأن معناه السواد موجود في نفسه. لكن العادة الكل يعلم بأن الأعراض لا وجود لها في نفسها، كما ضربنا المثل بالطول والقصر، فلا تستطيع أن تخلع، ولو خلعته هلك أنت بإزاء طول آخر كطول العمود أو طول الجبل، إنك لن تبلغ لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالوصف لا يمكن انتزاعه من الموصوف، وإلا كان وصف لشيء آخر. إذن مش ممكن تقول إن السواد موجود في ذاته لأنه لا وجود له في ذاته، وإنما هو موجود لغيره في شيء أسود، مسود فعلا، أو شيء أبيض البياض فيه. واضح؟ الشيء هنا وجد في نفسه ولا وجد لغيره؟ لغيره. الطول كده في شيء في الهواء اسمه طول، او خضره او سواد او بياض، ابدا، وانما في شيء معين مجرد مسواد طويل قصير. كل الاعراض الا اذا دهن الهواء عند المصري لا كلام، يعني هو يسخر منا معشر المصريين، اقول له بقى عشان هو مش لسه. كم اقمت في مصر؟ 4 سنوات. الله اكبر، انت مصري بقى، عندك ولا اقل؟ بل يكون حينئذ قولنا السواد موجود عاريا عن الفائدة، إذا كان غرضك في نفسه
كقولك السواب سواب، طب يعني والموجود موجود، لكن التفاوت ظاهر، فبطل كون وجود الشيء في نفسه، يبقى لازم الحاجة الثانية بقى وجوده لغيره. وقد يقال نحن نلتزم عدم التفاوت، فإن ادعيت حكم البديهة بالتفاوت فقد ناقضت مطلوبك. إذا كان حمل الشيء على غيره فأنت لست مع رأيك الذي تريد إثباته، وإنما أنت بتقول الوجود موجود والعدم عدم، والشيء يا إما موجود يا إما معدوم، ولا يمكن أن يخلو أحدهما ولا يمكن أن يجتمع في شيء واحد. فهذا هو التقابل الذي تريد، وتلك هي الشرطية المنفصلة الحقيقية، الشيء إما موجود وإما معدوم. إنما إذا كنت ستقول لا أنا ليس غرضي الشيء في ذاته وإنما الشيء مثبتا لغيره، يبقى أنت بتخالف الرأي الذي بدأت به في تقسيم الشيء في حد ذاته إلى موجود، وإلى أن العدم ينافي الوجود والوجود ينافي العدم، الوجود واللوجود متقابلان. وهنا بقى وإما غيره، أنت بتثبت الشيء لغيره وهذا أيضا باطل. ليه؟ لوجهين، أشار إلى أولهما بقوله فهو أي ذلك الشيء كالسواد مثلا في نفسه معدوم على تقدير مغايرة الوجود إياه، كما اختار إن الشيء مش موجود في نفسه بل لغيره، طيب يبقى هو في حد ذاته إيه؟ معدوم. وإلا أي وإن لم يكن معدوما في نفسه على ذلك التقدير بل كان موجودا، هذا الكلام الذي قلناه سابقا إلى ذلك الوجود، فيقال فهو إما أن يكون نفس الشيء وهو باطل لممر، أو غيره في الشيء معدوم في نفسه إذ لو كان موجودا لعاد الكلام إلى الوجود، يعني التسلسل، والتسلسل لديكم باطل أيضا، فالكلام كله باطل. فإما أن يثبت المدعى أو تتسلسل الوجودات إلى غير النهاية. المدعى اللي هو إيه؟ ليس هناك بداهة، مش كده؟ نعم، هذا هو ما يريد أن يثبته بتلك الشبهة. الشبهة الرابعة تقدر تكتب فيها من صفحة 156 أربعة ضد البداهة، وده كتبناه وقوع الحال أو وقوع التناقض أو ثبوت الحال، مش كده؟ قلناه وشرحنا مسألة المنفصلة والمتصلة، وتكلمنا عن إما أن يعني إلى مسألة منع الجمع ومنع الخلو، منع الجمع في حال وصف الوجود بالعدم، ومنع الخلو في حالة القول بالواسطة أو بالحال. فيلزم مما ذكر أي من كون السواد معدوما في نفسه وكون الوجود موجودا قيام الموجود الذي هو الوجود بالمعدوم الذي هو السواد، مثلا على تقدير صحة قولنا السواد موجود، يعني لغيره فهو من ناحية معدوم ومن ناحية موجود، فيلزم جواز مثله في الحركات والألوان، يعني سائر الأعراض مش بس المثال ده، بأن يقال هذه أمور موجودة بشهادة الحس وقائمة بالمعدومات. بالمعدومات يعني بالمعدومات في ذاتها، خد بالك عندنا احتمالين، الشيء في نفسه ولا الشيء مثبتا لغيره. إذا اخترت إن الشيء في نفسه ما نفعش كما
تذكر، وهو أنه يلزم عليه إثبات الشيء لنفسه أو الحمل غير المفيد. السواد سواد، الوجود وجود، الماء هو الماء، ماذا يعني هذا؟ لا معنى له عند العقلاء، واضح؟ يبقى إذن مش الشيء في نفسه. طيب الشيء لغيره، يبقى الشيء لنفسه في حد ذاته معدوم كده، وإنما يثبت طبعا كان في الأعراف إذ تثبته لغيره فيقوم به، واضح الكلام؟ وهو ده بيتكلم فيه هنا، بيقول إذن كل الحركات والألوان الأعراض يعني هذه أمور أنت اعترفت بأن معدومة في نفسها، وأنت تصف بها الأشياء الموجودة وتقول إن الكلام مفيد، هذا طويل وهذا أبيض وهذا أسود وهذا قصير، واضح الكلام؟ فهنا هذه أمور موجودة بشهادة الحس ولكن قائمة بمعدومات، معدومات في ذاتها، ولكن حين ينظر إلى ثبوتها لغيرها هي موجودة. كيف ذا يكون الشيء معدوم وموجود؟ أليس في هذا جمع بين النقيضين؟ أدنى اعتراض الأخير، أربع شبه وهي كلها جدلية، يعني يستخدم الشبهة نفسها بس بطرق متعددة وبالترك، يعني بحيلة ما، بنوع من الخديعة. ثم يقول ومحصل المراد، إيه المعركة كلها؟ فيه بداهة أو ما فيش؟ البديهيات تعتمد عليها في المعرفة أو لا يعتمد؟ خلوكم معانا لا تتعبون، هذه القصة إيه اللي احنا بنتكلم فيها، هل هناك بديهيات؟ إلا هياخذ بهذه الشبهة ينفي البداهة ويكون لا وجود للبديهيات، المعرفة لا تقوم إلا على الحسيات، أما الحقائق التي تبدو للعقل إذا بلغ الإنسان رشيدا بدون دليل، يعني إذا سألت الصغير والكبير وسألت أي إنسان عالم أو جاهل يجيب ما دام مميزا، أنت موجود أو غير موجود؟ قطعا سيقول إنني موجود. لو سألت ابنك الصغير وهو بذلك الفوضى، أنت في وقت الجلوس أيوه أنا أنا هنا هو، وده معنى أنا موجود. إنما في واحد تسأله تقول له أنت موجود يقول لك لا أنا معدوم، أظن ما يحصل شيء، لا يقع هذا. يحصل الفلاسفة اللا أدريين يا أستاذ بقوله أيوه، لكن ابنك مش باللا أدرية. الحمد لله رب العالمين، احنا نتكلم في الانسان السوي العادي. فاذا هناك حقائق عقليه اساسيه بديهيه، يعني تبدو جليه واضحه مهدا مقياس الصدق الوضوح امام العقل، جليه واضحه امام العقل اذا بلغ المرء رشيدا دون برهان ولا دليل. انا موجود، أنت عندك عقل؟ نعم أنا عندي عقل. لا، كل واحد يثبت لنفسه هذا، فلا يمكن أن يقول لا بل أنا خالي من العقل أو أنا غير موجود، أنا عدم محض، ما فيش كلام من هذا القبيل. فإذا المراد أصحاب الشكوك دي إبطال البداهة، ويحصل المراد وهو بطلان حكم البداهة لو قبلت الشبهة وسلمت بها، لأنها تحكم بأن هذه الحركات والألوان لا يجوز قيامها إلا بأمور موجودة. هل يقوم الموجود بالمعدوم؟ لازم الشيء الموجود يقوم بشيء موجود، إنما لا يمكن للموجود أن يقوم بالعدم أو بالمعدوم. هناك قطعة خشب ولكن تعطيها اللون الأبيض أو الأسود أو الأصفر أو
أحمر أو خلافه، فلا يقوم الشيء الموجود بمعدوم، مستحيل، وإنما يقوم بموجود، فلا يجوز قيامها إلا بأمور موجودة. وأشار إلى ثانيهما بقوله وأيضا فإنه، أي حمل الوجود على السواء على تقدير المغايرة، حكم بوحدة الاثنين وهما السواد والوجود، وأنه باطل أيضا. ليس السواد هو الوجود، بل السواد نوع من الموجودات. مجلة حجاب عاوز تأخذ رأي فضيلتك في 5 دقائق. رجال أنا الآن في درس، ويمكن بعد صلاة الظهر توجيه السؤال. نعم إن شاء الله، معلش لأني في درس. عفوا أخي، عفوا أخي. بيقول وأيضا فإنه أي حمل الوجود على السواد على تقدير المغايرة حكم بوحدة الاثنين. حتى لو قلت أن غرضي بالسواد ليس السواد موجود في ذاته وإنما موجود لغيره، فالسواد موجود بهذا الاعتبار، أنت وصفت السواد بالوجود، فكأنك وحدت بينه، وده معنى الحمل. الحمل هو الوصف، معنى الحمل المعنى الدقيق له، مش عارف انتوا تعبرين ومش مشفين معايا، انا ما اشعر. الحمل معناه ان تحمل وصف المحمول على ذات الموضوع، والحمل معناه ان في مبتدا خبر محكوم عليه وحكم، موضوع بالمصطلحات المنطقيه ومحمول. في الموضوع نحن ننظر الى الذات، وفي المحمول نحن ننظر الى الوصف، اي المعنى. فالحمل معناه خلع معنى المحمول، المعنى الوصفي للمحمول على ذات الموضوع. وضع الكلام ده ولا مش واضح؟ اكرر، وده موجود في اللغه العربيه. اللي منكم درس كتاب شذور الذهب يروح يقرا الموضوع بتاع الظرف، الاخبار عن الذات بالظرف، يقول لك ايه؟ اليوم الهلال، يعني اليوم رؤيه الهلال. انت معايا؟ يعني لازم تعمل تاويل في الخبر، انما اليوم الهلال ما تمشيش. اليوم رؤية الهلال، انت معايا يا سيدي؟ فهو ده اللي عايزين يقولوا، انك انت في الحمل في العاده تنظر في المحكوم عليه الى الذات، ولكن تنظر في المحمول الى المعنى والوصف، والا ذاتين مش ممكن يكونوا ذات واحده ابدا، ما هم معناها مختلفين. ولكن تحكم بأحدهما على الآخر، يعني بالمعنى الوصفي المستفاد من الخبر على شخصية أو على ذات المبتدأ. احفظ الكلام، هو ده معنى الحمل في المنطق، أو الإخبار بالمحمول عن الموضوع. فهنا بيقول إنك لو قلت السواد وجود يبقى حكمت بوحدة الاثنين، وهم مش واحد، دول مختلفين، وهما السواد والوجود، وأنه باطل لأنهما مختلفان. السواد حاجة والوجود حاجة، وأنه باطل. لا يقال، ليس المراد بقولنا السواد موجود هو أن السواد عين الوجود حتى يلزم ما ذكرتم، بل المراد أن السواد موصوف بالوجود ولا إشكال فيه. طيب هنسلم لكم، لأننا ننقل الكلام إلى الموصوفية،
يعني السواد يقبل أن يوصف بالوجود. هل ناقش نفس الحكاية تاني وننتقل للموصوفية نمرة 2 والموصوفية نمرة 3 انت معايا؟ يعني التسلسل. فهروبك من السواد نفسه أو حمل السواد بذاته على الوجود أو الوجود آسف على السواد، سواد موجود، وتقول إننا غرضي عفواً القابلية أو الموصوفية يعني لا يغير من الأمر شيئاً، سنناقشك في هذا ويتواصل الجدل بحيث يلزم عليه التسلسل. فالكلام بيقول في إيه؟ بل المراد أن السواد موصوف بالوجود، وكده يبقى الكلام أهو له معنى ولا إشكال فيه، لأننا سوف يعني لو قلت كده هننقل لك الكلام بالموصوفية. طب والموصوفية دي ثابتة للوجود في حد ذاته، للسواد في حد ذاته، ولا القابلية دي بسبب أن حملة الوجود عليه لا يضر؟ سوف نناقش ونناقش ولا نصل إلى نهاية. يعني وصفك السواد بالوجود أدى إلى التسلسل، والتسلسل باطل، يعني إما إن الحمل باطل في حد ذاته لتباين الذاتين، أو إذا تأولت وقلت أنا مقصودي بالسواد موجود أو بالسواد وجود إنه هو أحد أنواع الموجودات، يعني إنه هو قابل لأن يوصف بالوجود، ستأتي هذه المناقشة المفضية إلى التسلسل. الكلام واضح ولا أكرر ثاني؟ ويلزم التسلسل وهو باطل، يعني بطل أن تقول السواد موجود وهما ذاتان مختلفان، وبطل أن تقول السواد موجود بمعنى أنه أحد أنواع الموجودات. التأول الثاني ده، الأولانية تبطل قانون الذاتية وقانون رفع التناقض، لأنك جعلت ذاتين ذاتا واحدة، السواد وجود ووحدت بينهم، واضح؟ والثاني لأنه يضيل التسلسل، واضح يا سادة؟ ويلزم التسلسل وهو باطل، فكلاهما باطل، فوجب رفع الموصوفية من البين، ويلزم الحكم بوحدة الاثنين، وقد علمت بطلانه، إذ هما ذاتان مختلفان، السواد شيء والوجود شيء آخر، لا يحكم بأحدهما على الآخر، أو لا يوحد أحدهما مع الآخر. فإن قيل لا يمتنع التسلسل، سيبعض فأرتكب التسلسل، واضح؟ لأن التسلسل باطل في الأمور الحقيقية، يعني أسباب العالم الفاعلة له لا يمكن أن تتسلسل في الماضي إلى ما لا بداية، لازم تقف عند فاعل وخالق العالم. لكن تسلسل الأمور الذهنية، وإحنا لسه بنقول إن السواد هنا أنا لا أقصد به الذات، وإنما هو في حد ذاته معدوم بس إثباته لغيره، يعني هو مجرد معنى. فالأمور الذهنية لا مانع من أن تتكرر، الأعداد لا آخر لها، بس لو ربنا رزقك حياة لا آخر لها، تقدر تتخيل من الأرقام ومضاعفات الأرقام ومضاعفات المضاعفات إلى ما لا نهاية، لكن النهاية جاية من قصر العمر. فهنا بيقوله إذن الأمور الذهنية في حد ذاتها لا يقتل تسلسل، هكذا زعم. وفي من يزعم بما هو أكثر من ذلك، اقرأ الصفدية. هل نقول ما لا نهاية له هو المعدوم، وأما إذا كان موجودا فلا بد له من نهاية؟ لا، الموجود قد تكون له نهاية،
ينعدم من ذهب، فالموجود قد يسبق بعدم ويلحقه عدم. ليس معنى ان العدم لا يلحق الوجود لا يلحقه والوجود باقي، لكن على التداول ممكن. كان العالم معدوما ثم اوجده الله، وانت الان موجود وبعد 100 عام ان شاء الله. فيمكن ان يلحق العدم بالوجود ويسبق العدم الوجود، لكن لا يجتمعان لمانعته جامع. فبيقول التسلسل باطل، نعم، ولكن في الامور الحقيقيه وليس في الامور الذهنيه والاعتباريه والعقليه. لما سنرتكب التسلسل وهو باطل، فوجب رفع الموصوفيه عن البين الى اخره. فان قيل لا يمتنع التسلسل في الامور الذهنيه، لان البرهان انما قام تعرف في براهين متعدده على مدار التسلسل، مش عارف في برهان السلمي والبرهان عده براهين. القطع والتطبيق، نقول القطع والتطبيق، برهان التطبيق اللي هو يعني زي مثلا تاخذ الايام من بعثه سيدنا نوح او كده، يبعث محمد صلى الله عليه وسلم وتطابق بينهما. فستجد بالتاكيد ان فيه تفاوت، التفاوت نفسه يثبت النهايه، ولكن تلك حقائق رياضيه يصدق عليها ما قلت في اول درس هذا اليوم، وهو ان هذا الباب بالذات يحتاج الى قراءه من فيزيائي معاصر يعرف علم الطبيعه المعاصر ويقول لنا، لانه يا ترى الكميات اللامتناهيه معاشر لا تتفاوت أن تقبل التفاوت. حكاية النهاية ولا النهاية دي مدروسة في الرياضيات. إذا كان منكم واحد هنا مشتغلين بالطبيعة يقدر يقول لنا ويجاوبني على السؤال، فإنه يشغلني من القديم. الكتب دي ماشية على أن الأشياء اللامتناهية لا تتفاوت. ومش عايز اقول انني قرات حينا بانه ممكن في الرياضه، بس نحتاج الى رياضي يعني متمكن. الاشياء اللانهائيه لا تتفاوت، او فيزيائي الاشياء اللانهائيه لا تتفاوت. كل كلام كده متى تفاوت؟ ده برهان التطبيق ولا من البحث؟ هو قائم على هذا المبدا، انك انت لو قارنت مثلا بين سيدنا عيسى والى اول الزمان، وبين بعثه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والى اول الزمان، فهل يتساويان؟ يعني هذا يعارض البداهه او الحس. فاذا قلت بانهما متفاوتان، فهل يمكن ان تكون كلاهما يعني لا نهائيتين؟ مش ممكن، لابد ما دام في تفاوت بكميه محدوده يعني متناهيه ان يكون الشيئان المتفاوتين ايضا متناهيين. ان ادل علم الكلام القديم ماشي على كده، الاشياء اللامتناهيه لا تتفاوت، اذا ثبت التفاوت فهناك تناهي، لانه في تناهي على الاقل واضح واحد منهم والثاني مثله، يبقى الاثنين متناهيين. الله اعلم اذا كان ده هو ما تثبته الرياضيات الحديثه. عايزين مش ضروري برترام راسل، انما واحد يعني على قدنا من كليه العلوم يقول لنا. احنا نجيب الشيخ احمد فؤاد باشا، كانوا
في أمرين، تكتب طلب ثاني موجه مباشرة إلى فضيلته، ثانيا تحس كلمة التعصب. أصغر نحن أنت تستعذيهم ومعنين تطلبين وبلا ينفذك الطلب أهم إذا وفي هذا القبول متفهمين ومش مقدر. أنا أقرب حامل بصرة إنما يقدم الطلب كل سوء انتني ما من الشيخ إبراهيم الشيخ. كان زمان لما نتقدم للشيخ المعهد الأولى لا أدي فيها خفض فيها رفع فيها ويرد الطلب ما دام فيه غطاء في النحو ويهرب من الإصلاح. فضيلتك أستاذنا في كتاب اسمه في الله شك، كتاب اسمه في الله شك، كتاب اسمه في الله شك لأحمد أشميل. أحمد مين؟ بشمير. أنا شفت كتاب لك كده مش فاكر المؤلف. أفي الله شك. أي. لكن مش فاكر المؤلف، لكن في حاجة دي. نعم. متى كنت تركت مني حاجة؟ إذا جبت من إبراس موجود عند عبد الرحمن من إبراس، إبراس اديته لعبد الرحمن من بدري. موجود عنه من إمتى؟ من بدري من أسبوع أو 10 أيام. هو كان عندي من الاثنين اللي فات. هل انا قلت لفضيلتك ان مع ان الراس معي؟ طيب قول له جيب بعد ما يصور وانت طلبت مني مش موجود عندي في البيت والله بحسب اللي هو بتاع عبد الرحمن بدر. ايوه نعم. ولكن رف واحد لما بحب لما قلت اروح اشوف. طب كتاب في الله شد عند فضيلتك يا استاذ؟ الباب اللي في الله. اصل انا عامل 30 كرتونة دلوقتي عشان انقلها عشان اقعد اقلبها ثاني مش هقدر. انتظر لغايه ما نيجي هنا ولا اروح فين فتش. وانا مصدق مش عارف اللي قعد 4 سنين ده مش هيعرف كلمه ما صدق. يعني انا بجهد جهيد فعلت هذا ولا استطيع العوده اليه. ليقول بقى وايضا فان حمل الوجود على السواد حكم بوحدة الاثنين. كم درنا التسلسل في الأمور الذهنية لأن البرهان إنما قام على مطلانه في الأمور الخارجية والموصوفية اللي هي قابلية الوصف من المفهومات الاعتبارية الذهنية لا مانع من التسلسل فيه. قلنا الموصوفية نسبة. خد بالك يا شيخ مالك بين الموصوف والصفة فتقوم بهما يعني لها جانب حقيقي مش مجرد اعتبار. أين تقوم بهما في الذهن؟ يبقى لها وجود وتحقق ليست مجرد اعتبار يعني شيء مفترض. أنت تحكم بقيامها بموصوف صحيح أنه مش موصوف خارجي لكن في الذهن. نسبة بين الموصوف والصفة فتقوم بهما يعني بين بالموصوف وبالصفة وهو الذهن لو بيربط بينهم لاستحالة قيام النسبة بغير المنتسبين. هم تبقى نسبة بمعنى نسبة إن لها طرفين أو إن علاقة بين شيئين. النسبة يعني الإضافة يعني العلاقة هذه معنى النسبة عنده. النسبة هنا مش معناها بمعناها الرياضي اللي هو النسبية
إن الشيء احتمالي أو إنه كذا، لا، النسبة بمعنى علاقة بين شيء نسب، وصفت شيئا في علاقة بين الصفة والموصوف، مضاف ومضاف إليه كذا، أي علاقة بين شيئين تعتبر نسبة. ف اضطر استاذ هتلاقي الشيخ عبد الرحمن خليه يكلم، حاضر، وتلميذ الشيخ هناك خالي يكلم، حاضر، انت بس اللي ساعده هو يستقبل، اظن بيستقبل. لاستحالة قيام النسبة بغير المنتسبين، تقعد في المنتسب يا شيخ، اعطلك انت، انت عارف دار السلام ايهما اقرب، يا دار السلام يا دار المصايب، تجيب لي من واحده منهم اسمه شيخ، فاذا كان خمس مستولون لحسن الامدي الموجود في الازهر اللي هو صاحب كتاب الامدي وراء الكتاب، دول اللي هيناقشوك، لكن دول عارفين عارفينك. البصائر عندهم يا مولانا الآمدي؟ إذا قال لك لا حسن يقول له هيمر عليك بنفسه. سلفت عليك. ثلاث نسخ يا مولانا. وخذ دول كمان يمكن يقول لك ده أغلى. الآمدي وراء الكلامية خمس نسخ. أو خمسة من فصول. أي حاجة تطلع في دماغك اعملها. لا مؤاخذة. نسبة بين الموصوف والصفة فتقوم بهما، وهو الذهن، لاستحالة قيام النسبة بغير المنتسبين، وإذا لم تقم بالذهن لم تكن أمرا ذهنيا. وهو أنت قلت التسلسل في الشؤون الذهنية، يعني أنت بدون الذهني، لأن البديل يكون خارجي، لا مش خارجي، التسلسل الخارجي باعترافك باطل، وإنما أنت تقصد التسلسل في الأزهار، فيما لو منح الإنسان حياة طويلة أو ممتدة، وإذا لم تقم بالذهن لم تكن أمرا ذهنيا خارجية. وقد يقال معنى كونها ذهنية أنها ليست موجودا خارجيا، بل توجد في الذهن قائمة بالمنتسبين، وكذا، مع أن حكم الذهن لأن السواد موصوف بالوجود في الخارج كده. أنت لما نقول إن الشيء أسود، يعني هو أسود هو المخ ولا أسود برا؟ حصل التفاوت، مع أن حكم الذهن بأن السواد موصوف بالوجود، السواد موجود أي في الخارج، إما مطابق للخارج فيكون هناك موصوفية خارجية ويعود الإلزام الذي ذكرناه وانت مسلم بالبطلان، أو لا يكون مطابقا له فلا عبرة به، لأنه يبقى كلام كاذب مدام ملوش نسبة خارجية، لكونه حكما باطلا. وقد يجاب بأن حكم الذهن، بأن حكم الذهن يجب أن يكون مطابقا لنفس الأمر حتى يكون صادقا لا للخارج. نفس الأمر يعني الشيء في ذاته اللي قلنا عليها دي، والخارج يعني إن الأشياء الواقعية المادية موصوفة بالشيء، فأنت بتقصد نفس الأمر ولا الخارج؟ وقد يقال إن حكم الذهن يجب أن يكون مطابقا لنفس الأمر حتى يكون صادقا لا للخارج. لا أظن إذا مش تعريف الصدق والكذب عنده، تعريف الصدق والكذب فيما هو مشهور مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية، مش كده؟ وتفاوتهما كذب وبطلان. فبيقول يعني إذا واحد قال بأن المقصود بحكم الذهن وصدقه أن يكون مطابقا لنفس الأمر حتى يكون صادقا لا للخارج، فإنه أخص منها. وأيضا إذا صدق أن هذا منها، يعني من نفس الأمر، الخارج أقل من نفس الأمر، لأن لازم الشيء يكون ثابت في نفسه عشان يثبت لغيره. إحنا اتفقنا إن الأشياء
العدمية لا يوصف بها الموجود، والأشياء الثبوتية لا يوصف بها المعدوم. كيف يقوم به؟ ده وصف يعني يقوم بالموصوف. إذا كان الموصوف معدوم يبقى الوصف ده يتعلق به. يعني لا يقوم الشيء الثبوتي بالمعدوم ولا الشيء المعدوم بالثبوت. طيب، يبقى هنا حتى يكون لا، فإنه أخص منها، يعني الثبوت في الخارج أخص من الثبوت في نفس الأمر وفي الخارج. وأيضا إذا صدق أن هذا موصوف بكذا في الخارج لم يلزم وجود الموصوفية في الخارج بل في الذهن، للفرق الظاهر بين أن يكون قولنا في الخارج ظرفا لنفس الموصوفية وبين أن يكون ظرفا لوجودها. في فرق بين أن يكون ظرفا لمعناها وظرف لحصولها وتحققها. معنا؟ الاحتمال الآخر إيه؟ النفي. وكل ده ترتب على قولنا السواد موجود. يبقى ايه؟ مش ده الكلام اللي فات؟ طيب قل السواد غير موجود. النفي. واما النفي وهو قولنا السواد ليس بموجود، فلأن وجوده إما في نفسه فنفيه عنه أي سلب الوجود من عن السواد حينئذ تناقض، لأنه سلب الشيء عن نفسه أو غيره وهو باطل. لكن باطل ليه؟ طيب إذا كان السواد هو الوجود يبقى ده سلب الشيء عن نفسه وده تناقض، لكن إذا ما كانش هو نفس الوجود يبقى باطل ليه؟ لوجهين. الأول قوله فيتوقف نفيه عنه على تصوره، كذا من هنا زمان يتوقف نفيه عنه، لأن أنت لا تنفي إلا ما تتصور، ولو لم ترفعه لثبت حتى يفيد النفي. فيتوقف نفيه عنه على تصوره، أي يتوقف نفي الوجود عن الشواذ على تصور السواد المحكوم عليه بذلك النفي، وهو أي تصور السواد يستدعي تميزه وثبوته. كلها مناقشات جدلية يمكن الإفلات منها. وهو أي تصور السواد يستدعي تميزه وثبوته لما عرفت في الوجه الأول. في أول الكلام كنت فاكرين إحنا قلنا إذا تكلمت عن العدم ورفعته فقد تصورته، ومعنى تصورته يعني أثبته وعرفت تميزه عن غيره أيضا، فكأنه موجود في نظرك. واخد بالك؟ لأنه الإثبات المهري والتميز، الإثبات الحقيقة والتميز المهين، وهي متوقفة على الحصول. يبقى أنت حكمت عليه بحاجتين، وهو عدم حكمت عليه بالتحقق ماهية وذهنا وبالحصول أيضا ما دام ماهية، وإلا لما احتجت إلى نفي ورفع. هل تفهمون؟ ولا الذي تدل فات من الأول خالص؟ طب تعال اقترب علشان اسمعك واجاوبك، وانت قاعد بعيد وترفع ايدك، من ارفع ايدي واقترب هذا المساعدة. ما انت اصلك جاي متاخر، لكن اللي معايا زهقوا مني وعرفوا ان الحقيقه هو المفهوم والماهيه المفهوم زائد الوجود، والهوية المفهوم زائد الوجود زائد التعين والتشخص في فرد بعينه زي أحمد أو إبراهيم بالنسبة للإنسان. بس فهو بيقول له هنا ما دمت فيه يبقى أنت تصورت وكمان ميزت بينه وبين غيره، يبقى أنت أثبتت له مستويين من مستوى الوجود. فإزاي بقى يبقى عدم؟ ده مش عدم محض،
يبقى المعدوم موجود وقعت في التناقض. طيب تناقض لأنه سلب الشيء عن نفسه أو غيره فهو باطل، يتوقف نفسه على تصوره، أي يتوقف نفس الوجود على السواد، إذا قلت السواد غير موجود، على تصور السواد المحكوم عليه بذلك الناس، وهو أي تصور السواد يستدعي تميزه وثبوته لما عرفت في الوجه الأول، لأنك عن التصور العدم في الوجه الأول من الوجوه الأربعة اللي هي الشبه الأربع، وكتبناها بأرقام 1، 2، 3، 4 وعملنا لها عناوين وأشرنا إلى الرد على بعضها أو كلها، وهو أي تصور السواد يستدعي تميزه شكل وثبوته لما عرفت في الوجه الأول من الوجوه الأربعة أو من الشبه الأربعة، فيكون حصول الوجود للسواد شرطا في نفي الوجود عنه وهو محال. أنت بتشترط الإيجاد للإعداد عشان ترفع، يعني تسلم وتنفي، بتشترط الوجود. دي تركيبة فظيعة، حصول الوجود للسواد شرط، حصول الوجود للسواد شرط في نفي الوجود عن السواد، تمشي؟ هنا تناقض، ونسبة الوجود والعدم إلى شيء واحد بمعنى واحد، وليس سقوط السواد في الذهن حتى يقال هذا الثبوت شرط لنفي الثبوت الخارجي عنه ولا محظور، نقرش حاجة لما مر من أن الكلام في النفي المطلق المقابل للثبوت الذي هو أعم من الخارجي والذهني، فهنا تقابل تام بين نقيضين لا بين ضدين، والبال فلو كان السواد ثابتا في الذهن فقط لم يصح نفي الثبوت عنه مطلقا، وجوابه أن ثبوت السواد في الذهن شرط للحكم بانتفاء الثبوت المطلق عنه. خد بالك، ثبوت السواد في الذهن مش في الخارج شرط للحكم بانتفاء الثبوت المطلق. خد بالك، الثبوت المطلق مش الثبوت المعين عنه، لا لانتفائه عنه، وشرط للحكم وليس شرطا للتحقق الخارجي، شرط للحكم بانتفاء الثبوت المطلق عنه، لا وليس شرطا لانتفائه عنه. إذا قلت إن ثبوت السواد في الذهن شرط لانتفاء الذهن يبقى ده تناقض، كيف يكون الثبوت شرط للانتفاء ويجتمع الثبوت والانتفاء بمعنيين في شيء واحد؟ لكن احنا بنقول بانه تصور او تجلي فكره السواد في الدماغ في الذهن فقط انما هو شرط للحكم، مش بانتفاء في الذهن برضه، لا بانتفاء مطلق العدم عنه، المطلق مدامش مدام اختلفت الدلالتان. أعيد ثاني، نحن لم نحكم على السواد الثابت في الذهن أنه معدوم مطلقا، بل رددناه بينه وبين الموجود في الجملة فلا محذور أصلا. إحنا بس بنقول إما أن يكون موجودا في الذهن وإما أن يكون معدوما مطلقا، وده كلام صحيح، السواد إما موجود يعني في الذهن لأنه لا وجود له في الخارج في حد ذاته أبدا، إنما يوجد في شيء
إذن إما أن يكون موجود في الذهن أو هو معدوم مطلق لكل المعاني، وهذان وهذا كلام ماشي، يا إما موجود في الدماغ يا إما معدوم عدم مطلقا، كلام ماشي صحيح، لأننا نردد بينه وبين الموجود في الجملة فلا محذور أصلا. وقد يتوهم أن الضمائر في تصوره وتميزه وثبوته راجعة إلى نفس الوجود عن السواء، وتصور هذا النفس هو تصور المعدوم فيلزم تميزه وثبوته وقد تبين بطلانه. إحنا بنبص للسواء في الدماغ، وأما عند النفس فبننظر للنفس المطلق ولا شك أنهما متقابلان. وما ذكرناه هو المذكور في المحصل، اللي راجع كتاب المحصل للإمام الرازي يجد هذا المعنى. والوجه الثاني من ذينك، أظن بكسر النون، ذاني وتاني مش عارف، في ذينك الوجهين قوله، وأيضا فإنه أي نفي الوجود عن السواء، فإنه أي نفي الوجود عن السواء وسلبه عن ماهيته يقتضي خلو الماهية عن الوجود وسنبطله. خلو الماهية عن الوجود وسنبطله في مسألة أن المعدوم ليس بشيء. يعني لما نيجي عند رأي أهل السنة ونقول أن التقابل حقيقي بين الموجود والمعدوم وليس هناك واسطة كما قال القائلون بالحال، والذين أثبتوا هذه الواسطة هو الذي لا هو موجود ولا هو معدوم، البعض المعتزلة أو فريق منهم، وبالتالي قالوا بأن الأشياء ثابتة في العدم يعني الثبوت غير الوجود الخارجي، فهي ثابتة مثلا في العلم الإلهي ومتمايزة فيما بينها وبين البعض ولكنها لم توجد بعد. يبقى حتى في حال العدم الأشياء لا نقول إنها معدومة تماما، لها قدر أو مستوى معين من الوجود. أنتم معاه؟ هذه هي وجهة نظر القائلين بإثبات الواسطة أو الحال أو الأمر الثالث الذي له موجود ولا معدوم. لكن عند أهل السنة يرون أن الوجود أنواع عدة، فالوجود في الخارج أو ما يسمى الوجود في الأعيان، والوجود في العقل أو الوجود في الأذهان، والوجود في البيان أو على اللسان، والوجود على البنان أو الكتابة، لأن ده برضو ممكن تكتب رسالة وينعقد بها العقل، بتعمل دلوقتي في الإنترنت وتشتري وتبيع وكل حاجة مش كده، أو تكتب جواب، فهناك وجود حقيقي تترتب عليه آثار في الخارج أو في الأعيان وفي الأذهان وعلى اللسان وعلى البيان. اقرأ كتاب الإمام الغزالي المقصد الأسنى في معرفة أسماء الله في الصفحة الأولى. فمن يسلم بهذه المستويات المختلفة للوجود يبقى التقابل تام بين الوجود الموجود والمعدوم، لأن الوجود بكل معاني حاجة وتشمل ما أسميته بالحال، لأن الحال ده هو اللي موجود في الدماغ ومش موجود في الخارج، هو ده اللي قالوا عليه حال. اقرأ إن أحباب غاية المرام في علم الكلام، هيوضح النقطة دي كويس، اللي هي إن مفيش حاجة اسمها حال ولكن هو عبارة عن الكائن الذهني أو الموجود في الأذهان ولا وجود له في الأعيان.
فمن يقول بوجوده فهو موجود، ما تقوليش بأنه هو موجود ومعدوم ولا موجود ولا معدوم، بل هو موجود بأحد معاني الوجود أو أحد مستويات الوجود. واضح موقف أهل السنة، وهو ده الذي يعدك به. سنبينه، سنبطل قول المعتزلة ومن وافقهم عند الكلام في مسألة المعدوم. قد احنا عرفنا خلاصته، إن المعدوم ليس بشيء، إذ يستدل هناك على امتناع خلو الماهية عن الوجود بأي معنى من معانيه، فيستحيل الحكم عليها بالعدم، وقد يجاب بأن عدم خلوها عن الوجود لا ينافي التردد بينها وبينه وبين العدم. قال في المحصل: فقد ظهر أنه ليس بقولنا السواد موجود والسواد معدوم معنى المحصل، فلا يكون أيضا للترديد بينهما مفهوم محصل، فامتنع التصديق به. هو في حد ذاته معدوم ولغير موجود ولا ترد، فامتنع التصديق به فضلا عن أن يكون ذلك التصديق بديهيا. يعني نتكلم في البداية، كل ده ونحن نتكلم إن السواد موجود السواد غير موجود في ذاته، ماذا إذا ما قصدنا تسلم؟ وانا معي واحدة هي، تاخدها ولا اشيلها بجيبي؟ ندخر. شكرا لكم. كل اولئك فيما لو مضينا على ان السواد في ذاته موجود او السواد في ذاته غير موجود، لكن ماذا لو أخذنا بالدلالة الأخرى السواد ثابت لغيره، يعني في كائن أسود مسود بالفعل فهو ثابت لغيره لا في ذاته، وده الاحتمال الثاني تقدر تكتب عنها مش في 162 به، عرفت ألف هي إيه اللي هي في نفسه وكل الكلام من اللي فات ده تبعها، به ثبوته للغير أو ثبوته لغيره. والثاني وهو أن يكون الترديد في قولنا الشيء إما أن يكون أو لا يكون بين ثبوت الشيء لغيره وسلبه عنه عن ذلك الغير. تمام؟ عشان أنا هسأل فين الراجل إياه الهادي؟ سافر البلد؟ امتحانات الماليزي الامتحانات، ربنا يفتح على الجميع ينجح مقاصده ومقاصدنا ومقاصد المسلمين. بيقول والثاني، الاحتمال الثاني أن يكون الترديد في قولنا الشيء إما أن يكون أو لا يكون اللي هي قاعدة منع التناقض، مش الكلمة بتاع شكسبير إما أن نكون أو لا نكون، قاعدة منع التناقض بين ثبوت الشيء لغيره مش في ذاته وسلبه عنه أي عن ذلك الغير، كما في قولنا الجسم إما أسود أو لا. يبقى الترديد هنا بين السواد القائم بغيره يعني بجسم مسواد، وبين عدم ذلك عدم قيامه بذلك الغير. ماذا؟ بيقول ده باطل برضه. ليه؟ باطل أيضا لأن الجزء الثبوتي منه لا يعقل. واخد بالك؟ الجسم إما أسود واخد بالك أو لا،
الجسم المسود إما أسود، أنت بتقول لقائم بغيره، يعني لشيء مسود بالفعل. الجسم المسود إما أسود وإما لا أسود، تمشي مش ماشي، لأن لا تعطي معنى محصلا كقولك الماء ماء. الجسم المسود مسود، ده الجزء الثبوتي، إنما الثانية أو لا جاي، يعني أو غير مسود نشوف فيها معنى جديد. إنما الجسم المسود مسود دي مفيدة غير مفيدة، لا تعطي معنى محصلا، واخد بالك؟ هذا معنى الجزء الثبوتي منه، يعني الجزء الأول من مانعة الخلو هذه، من هذه الشرطية المنفصلة، الجسم المسود إما أسود وإما لا أسود. كيف تقول أولى وقد أثبت يا مولانا؟ كيف تقول أولى وقد حكمت من قبل أنه مسود؟ نحن بنقول احتمال إما وإما. وفيما؟ لا يأتي الاحتمال يا مولانا. لا يأتي الاحتمال؟ أنت قلت مسود. هذا هو الرد، لكن الكلام كده، إذا اعتبرت أن الوصف قائم بالغير فمعناها أنت لا تتكلم عن السواد في ذاته، وإنما السواد في جسم أسود مسود، فيبقى تركيب الكلام على هذا النحو، الجسم المسود أو السواد في جسم إما موجود وإما معدوم. فأنا هترك الناحية الجزء النافي وأخذ الجزء الثبوتي اللي هو إما موجود، يبقى الجسم المسود موجود، فده يجي حل لا يعطي معنى. هذه كلام. إذا أخذت بالاحتمال الآخر وهو ثبوته للغير فهو باطل، لأن الجزء الثبوتي منه لا يعقل، يعني لا يعطي معنى محصلا، وإنما كقولك الماء ماء والوجود وجود، ماذا يفيد؟ الجزء الثبوتي، خد بالك، لأن أنت قلت الشيء قائم بغيره، قائم بغيره يعني السواد في جسم أسود فعلا، جسم مسود، فكأنك قلت السواد في الجسم المسود إما موجود وإما لا. فإذا عزلت الجزء النافي وأخذت الجزء الثبوتي فقط معناه الجسم المسود مسود أو أسود، وما معناه؟ ولا فائدة فيه، لا فائدة فيه، لا تعطي معنى محصلا، لأنه حكم بوحدة الاثنين، وده اللي هربنا منه قبل كده، الماء ماء والوجود وجود. هذه شعره كمله يا شيخ. الليل ليل والنهار نهار. الماء ماء والوجود وجود والليل ليل والنهار نهار. وذلك مما لا يتصور صحته قطعا، ولأن المحمول إذا كان مغايرا للموضوع كما فيما نحن بصدده وجب أن يكون المعنى أن الموضوع، فاكر القاعدة اللي قلت لك عليها، ننظر في المحكوم عليه إلى الذات وننظر في المحكوم به إلى الوصف والمعنى. أقول تاني، دائما في الأحكام إنما نحكم بالمعاني على الزوال وليس العكس، فدائما في الأخبار أو المحمولات القصد هو إلى المفهوم والمعنى، وإنما في المبتدئات أو المحكوم عليه ننظر إلى الزوات والأشياء العينية. الليلة الهلال يعني رؤية الهلال، تكون الليلة فيقول
إذا كان مغايرا للموضوع كما فيما نحن بصدده وجب أن يكون المعنى صفحة 163 أن الموضوع موصوف بالمحمول فقد اعتبر بينهما موصوفية ولا يمكن اعتبارها على وجه يصح. زي ما قلنا قبل كده إذا خدت الجانب الثبوتي الوجود موجود والسواد والجسم المسود أسود كلام لا قيمة له ولا دلالة فيه لأن الموصوفية ليست عدمية لأنه نقيض لا موصوفية وتذكير الضمير للنظر إلى الخبر. إيه حكاية وتذكير الضمير دي يا شيخ تونس؟ انت برضو تعبت من الشيخ أحمد رضي الله عنه الطيب قال لي انتو تشتغل 3.5 ساعات. طب والناس تقدر تفهم؟ هقول الكلام تاني وخد بالك عشان هكرر السؤال. لأن الموصوفية ليست عدمية ولا ليست عدمية؟ ليست عدمية لأنه نقيض لا موصوفية. خلي بالك وتذكير الضمير للنظر إلى الخبر في تذكير الضمير للنظر إلى الخبر سواد مسود. لا الكلام اللي هنا ده اللي مر ده كان يجب يقول لأنها مش كده هو بيقول الموصوفية ولا موصوفية لأنها أي الموصوفية أو نقيضها أو لا موصوفية الاثنين يناسبهم التأنيث مش كده لكن هو نظر إلى الخبر لأنه نقيض لما أخبر عنها بالمذكر وافق أن يذكر المبتدأ ما لم يقول فإنها فإنه نقيض. واضح الكلام؟ الكلام في الموصوفية ولا موصوف؟ فكان يجب يقول لأنها نقيض أي الموصوفية نقيض لا موصوفية لكن هذا لو نظر إلى المخبر عنه لكن هنا نظر إلى الخبر إلى كلمة نقيض ونقيض مذكر في الضمير المذكر وتذكير الضمير يعني في الجملة السابقة للنظر إلى الخبر لا إلى المخبر عنه وهي أي لا موصوفية وهي أي لا موصوفية عدمية اللا موصوفية لصدقها على المعدوم فإن المعدومات لا تتصف بالألوان والحركة لا يمكن للشيء الحقيقي الثبوتي أن يقوم بالمعدوم لا تتصف بالألوان والحركة فالموصوفية إلى الثبوتية لازم ما تبقاش عدمية لأن هي وصف بأعراض وأحوال حركات وألوان وأحوال فكيف تقوم بمعدوم؟ إذن الموصوفية ثبوتية وإلا ارتفع النقيضان مش كده؟ لازم يكون واحد عدمي وواحد ثبوتي فهنا يبقى واحد مثبت وواحد مرفوع وده المطلوب إنما يرتفعان جميعا لك أعني الموصوفية واللا موصوفية إذ لا ثبوت لشيء منهما ولا وجودية وإلا وإن كانت الموصوفية وجودية فإما نفسهما أي نفس الموصوف تعرف والصفة فلا يعقلان دونها وهو ظاهر البطلان وكذا الحال إذا كانت الموصوفية جزءا لهما أو غيرهما يعني به ما كان خارجا عنهما قائما بهما
الموصوفية قائمة بالموصوف، ولا يقوم الشيء المثبت إلا بثابت، لا تقوم المعدومات بالثابت ولا الثوابت بالمعدومين. إذن الموصوفية أمر ثبوتي. كل ده في الكلام إذا ما اخترت أن الشيء ثابت لغيره وليس في حد ذاته. ماشي؟ لأن الموصوفية ثبوتية، فهي لا بد أن تقوم حتى لو كانت قائمة بغيرها، لا بد من قيامها بشيء موجود، وإلا ارتفع النقيضان. فهي ثبوتية ولا وجودية، يعني لا وجود لها في ذاتها، متفقنا على هذا، بل وجودها في غيرها. وإلا أي وإن كانت الموصوفية وجودية، فإما نفسها ونفسهما، أي النفس الموصوف والصفة، وهو نسبة من شيئين، هي دي الموصوفية، فكيف تكون؟ يكون شيء واحد مساوي لشيئين مختلفين؟ ممكن؟ احنا قلنا قاعدة التساوي ان اي مجموعة مساوية لكمية اخرى، كمية ثالثة يعني، فالجميع متساوي. او بعبارة اخرى، الف مساوية لب، وجيم مساوية لالف، يبقى كل الثلاثة متساويين ولا لا؟ الضرورة، مش عايز أقولها، دي بداهة كده، واحدة مساوية لواحدة والثانية مساوية للأولى، الثالثة متساويين، هي دي قاعدة التساوي. لكن إنك تقول إن شيء واحد مساوي لشيئين مختلفين، ده ضد قاعدة التساوي. واضح؟ فلهما حينئذ موصوفية بها، أي تلك الموصوفية القائمة بهما. فننقل الكلام أو إيه؟ ننقل الكلام إلى الموصوفية الثانية، يعني التسلسل. التسلسل باطل. إذن القول بأن الموصوفية سكوتية مش ماشي، القول بأن الموصوفية عدمية مش ماشي. فتتسلسل الموصوفيات إلى ما لا يتناهى وهو باطل. وإذا لم تكن الموصوفية عدمية، احنا اتفقنا على بطلان التسلسل سواء في الذهنيات أو في الخارجيات. فلا يكون اعتبارها بين الموضوع والمحمول اعتبارا صحيحا. فلا يكون حينئذ للجزء الثبوتي من قولنا الشيء، وإما أن يكون جزء ده أو لا يكون، معنى صحيح، فهو باطل قطعا. فإذا الحق منه هو السلب أبدا، وأنتم لا تقولون به، أي يتعين الحقية في الجزء السلبي. إذا خدت بأن الشيء لا قيمة له في نفسه ولا وجود له في نفسه، إنما يوجد في غيره، يبقى الجزء الثبوتي صح أنه غير مفيد، يبقى نتعلق بالجزء الثاني من العبارة اللي هو الجزء النفي السلبي. أنتم معانا حضرتكم؟ أي يتعين الحقية في الجزء السلبي، لا يكون. واضح يا سادة؟ الوجه الرابع من وجوه الأربعة الدالة على أن أجل البديهيات ليس بيقيني، أن يقال الواسطة المسماة بالحال، مالك يستخدم فكرة الحال، ثابتة بينهما، أي بين الموجود والمعدوم، فهناك موجود ومعدوم وأمر ثالث لا موجود ولا معدوم. لما سيأتي يعني لما نجي نتكلم في قضية المعدوم ذات أو غير ذات، التي لخصتها وقلت إن دي مقالة البهشمية أو أتباع محمد بن عبد الوهاب
الجبي المعروف بأبي هاشم، ومن وافقه من أهل السنة كالباقلاني وغيره أفراد، ولكن رأي الجمهور أنه لا ثبوت للحال، والحق أنها موجودة ولكن وجودا ذهنيا لا خارجيا. كده قلنا إن الوجودات أربعة في الأعيان والأذهان وعلى اللسان وعلى البنان. يقول الرابع من الوجوه الأربعة الدالة على أن أجل البديهيات كل ذي الشبه الموجهة إلى البداهة، يعني إلى أحكام العقل، إن الأمور كلها قائمة على الحس، فهؤلاء يسلمون بالحسيات فقط بالإدراك الحسي، ولكن القضايا العقلية المتبينة للعقل بداهة، يعني بلا دليل ولا برهان، متى بلغ المرء رشيدا لا وجود لها عنده، وتلك هي الشبه التي يتشبثون بها. استعرضنا ثلاثا منها وهذه هي الأخيرة. الواسطة المسمات بالحال، لأنه إذا كان في واسطة صحيح يبقى لا يسقط الشيء إما أن يكون أو لا يكون، بل الشيء لا يكون ويكون بالقول بالواسطة وهي الحال، فهو لا هو بالموجود ولا هو بالمعدوم. واضح؟ إذن فيها إبطال أجل البديهيات أو البدائع. يقول الواسطة المسماة بالحال ثابتة بينهم، أي بين الموجود والمعدوم، لما سيأتي بيانه في الموقف الثاني لما يتكلم عن طرق تحصيل المعلومات، لأن احنا الآن كل الكلام في تعريف المعلوم أو العلم، وإن العلم ينقسم إلى نوعين، إلى ضروري ونظري، وإن الضروريات محسوسات وبدائع. فاكرين؟ فرأي الجمهور إثبات المحسوسات لأن إنكارها مكابرة، وإثبات البدائع التي تتضح أمام العقل السليم الحذر من أغاليط الحس. إنما يكون في أخطاء حسية أو أغاليط لا تنفي حقيقة هذه البدائع، كما أنها لم تنفي حقيقة المحسوسات أو الإدراك الحسي. الشبه الواردة كلها ناقشناها، وهذه الأخيرة، وهو يعد بالعودة إليها لأن ده مرتبط بفكرة المعدوم عند المعتزلة إلى آخره، وقد عرفناها. يقول ثابتة أي بين الموجود والمعدوم لما سيأتي بيانه في الموقف الثاني، وإذا أثبتها قوم وإذ أثبتها قاسف وإذ ونظرا لأن طائفة من المتكلمين أثبتوها لهم البهشمية وبعض علماء أهل السنة، وإذ أثبتها قوم بلغوا في الكسرة إلى حد تقوم الحجة بقولهم، ونفاها الأكثرون وادعوا أن البديهة شاهدة بالانحصار في الموجود والمعدوم، فأحد الفريقين اشتبه عليه البديهي وغيره، فإن الانحصار فيهما إن كان بديهيا فقد اشتبه على الفرقة الأولى. واضح؟ البديهي بغيره، يعني اشتبه على مشبث الحال، على الفرقة الأولى اشتبه عليهم البديهي بغيره، وإلا فقد اشتبه على الأكثرين اللي هم نفاة الحال. معنا؟ ما ليس بديهيا بالبديهي منزوط. السلام؟ السلام اداني ثلاثة بس، مبعاش إلا ثلاثة. لا لا، أخذ ثمن ثلاثة ولا أخذ خمسة؟ لا، 108 يوم ثمن الثلاثة. طيب. شكرا.
والبصائر الثاني 75 جنيه. انت راجل شهر تمر على الدول الفصول اخذت منهم 5 سنين. ليش لم اسالك من اجلها؟ اداني 75 جنيه. شوف ويسلم عليك الله يسلمك. الملتحد؟ لا الاخ اللي حبيب فاحد الفريقين اشتبه عليه البديهي وغيره يعني التبس عليه، فان الانحصار فيهما ان كان بديهيا كقاعدتكم الشيء اما ان يكون او لا يكون، ان كان هذا بديهيا حقا فقد اشتبه على مثبت الحال تلك البداهه وخفيت عليهم وهم عقلاء ومجموعه من المفكرين تقوم الحجه بها للعجب، وهم كله محاولة لإثارة الغبار في وجه القول بالبداهة. إذا كان المسألة واضحة لهذا الحد بحيث لا تحتاج في ثبوتها لبرهان، كيف خفيت على كبار المفكرين من أمثال أبي هاشم والباقلاني والآتي؟ فقد خفيت أو التبست على الأولين اللي هم مثبت الحال، وإلا فقد اشتبهت على الفريق الثاني فأثبتوا ما ليس صحيحا. واعتذر إلي. واضح ولا مش واضح؟ فإن الانحصار فيهما إن كان بديهيا قد اشتبه على الفرقة الأولى أي مثبت الحال البديهي بغيره، وإلا فقد اشتبه على الأكثرين اللي هم نفات الحال القائلون الشيء إما أن يكون أو لا يكون، اشتبه عليهم أيضا ما ليس بديهيا بالبديهي، وحيث جاز الاشتباه فلا ثقة به. ماذا خفي على كبار المفكرين؟ فماذا عن عوامهم؟ بل ولا ثقة بشيء من البديهيات أصلا، وهذا هدفه المطلوب أو الغرض، هو إثبات عدم الوثوق بالبداهة أو بالبديهيات والاكتفاء فقط في المعرفة بالمحسوسات، على حين إن جمهور أهل السنة وجمهور المفكرين من المتكلمين بل من المفكرين في تاريخ الإنسانية كلها الاعتراف بالاثنين، الحقائق العقلية التي تتجلى أمام العقل بمجرد البلوغ رشيدا، بحيث انك لو سألت الصغير والكبير والعالم والجاهل عن ما اذا كان موجودا او غير موجود سيرد عليك بانه موجود، يعني اتضح امام ذهني في مثل ايه الموجود وايه المعلوم، ومش معقول تنزل على ايمن ابنك وهو بيذاكر أنت موجود في الطريق يقول لك لا أنا مش موجود هنا، ما يحصلش، يقول لك أنا بذاكر في الأوضة بتاعتي مثلا. فإذا هذه الشكوك أقرب إلى المرض منها إلى الفكر الصحيح. فلا ثقة به بل ولا ثقة بشيء من البديهيات لجواز كونه من المشتبهات زيدي مثل هذه معناها شو؟ فثبت بهذه الوجوه الأربعة أن قولنا الشيء إما أن يكون أو لا يكون التي اعتبرتها أول البدائه أو أول الأوائل كما قال ليس بيقيني، فلا يكون غيره أيضا يقينيا من باب أولى، وهو المطلوب. المطلوب لمين؟ لنفاة البديهة، لخصوم المعرفة لدى جمهور المتكلمين هؤلاء الذين قالوا بالمحسوسات فقط بالإدراك الحسي فحسب. فقال والجواب أن المتصور مفهوم المعدوم، لما بنحكم على المعدوم
نحن نحكم على مفهومه ولا نثبت له وجودا. معدوم يعني ليس بشيء، ليس بذات. فإذا حكمنا عليه فنحن نتصور معناه الذي هو لا شيئي، وليس نحكم له بالثبوت. هذه مغالطة أو يعني مغلوطة منشوطة يرد إيقاع العقل فيها. ما دام حكمت عليه يبقى ثبت عندك شيئان، وهو الثبوت والتميز، ومعنى ذلك أنك أثبتت له الحقية أو الحقيقة وأثبتت له الماهية، ما دام في وجود وحصول. كل ذا كلام لا معنى له. نحن إذ نحكم على العدم نتخيل بالعقل ألا شيء، ألا تحقق، ألا ذاتية. فإذا حكمنا عليه بأي حكم فنحن لا نغير حقيقته، وإنما نحكم عليه على ما هو عليه، وليس أننا نثبت له الوجود أو نثبت له التميز أو شيء من هذا. والجواب أن المتصور مفهوم المعدوم، وذلك لأن المعدوم وقع هناك محمولا فيراد به مفهومه، مش كده؟ الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. يبقى العدم ده جاي في المحكوم عليه ولا في الحكم؟ يا شيخ المالي، ماليز يعني الماليين، جاي في المحمول. وقد اتفقنا على أن النظر في المحكوم عليه إلى الذوات، والنظر في المحمولات إلى المعاني والمفاهيم. فنحن لم نقصد من المعدوم إلا مفهوم، وهو اللا شيئية، اللا تحقق. كيف تقولون نحن أثبتناه وحكمنا عليه أيضا بالتميز وجعلنا له حقيقة وما هي لم تبق إلى الهوية؟ يعني جاي في المحمول الشيء، وكلمة الشيء عندنا هو الموجود. إما أن يكون موجودا، يعني اللي موجود في زي كلمة حقائق الأشياء ثابتة، لهي ممكن تكون من قبيل أنا أبو النجم وشعري شعر، يعني من كلام الكلام الباطل، من قبيل الكلام الباطل ما لم أوله. حقائق الأشياء ثابتة، يعني الثابت ثابت؟ لا، الأمور التي نتخيلها في أذهاننا ونحكم عليها بعقولنا هي حاصلة ومتحققة في الخارج، ولدى العقل قدرة على إدراكها، والعلم جاء متعصب معنا يا شيخ. يبقى أنا ما بحكمش على المحمول بشيء، أنا باخذ مفهومه وأحكم به على الموضوع، والموضوع هو الشيء، والمفهوم هو اللا شيئية. كيف تقول لي إنني أثبت؟ الكلام ده لو كنت جئت بها موضوعة، لكن أنا جئت بالعدم محمولة لا موضوعة. الموضوع شيء، الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. والجواب أن المتصور مفهوم العدم، وذلك لأن المعدوم وقع هناك، يعني في قولنا الشيء، خليك معانا، الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما، وقع هناك يعني في هذا المثال محمولا فيراد به مفهومه، لا طبقا لقاعدة الحمل أن الله الزوات والمحمولات معاني. الله أكبر. الله أكبر.
الآن إحنا في صفحة 167 وهذا الفصل ينتهي 188، يعني بقى 20 صفحة ونريد أن ننتهي منها هذا العام على الأقل. يا ريت كنا نقدر ننتهي من الجزء كله الأول، إننا إحنا الآن في منتصفه أو زيادة عن النصف شوي. فعلى كل حال سنعمل لغاية منتصف شعبان، بقي نحو شهر لعل وعسر، ياريت نخلص الجزء الأول لأن الأمور في أولها تأخذ شغل كثير وبعدين بيبقى حقائق مكررة. النقطة اللي احنا فيها الآن إنه ما دمنا قد اتفقنا على أن لفظ العدم أو معنى العدوم وارد في المحمول، فنحن لم نثبت له شيئا، نحن نأخذه بمفهومه ونحكم به على الموضوع أو المحكوم عليه، لأن تلك هي قاعدة الحمل، مراعاة الزوات المحكوم عليه ومراعاة المعاني والمفاهيم دون نظر إلى الوجود في المحمولات. تأخذ بالك معنا يا شيخنا؟ يا جاي أهلاوي لابس قميص أحمر. فهنا بيقول فلا يكون وهو وستعرف جواب الوجه الرابع من قريب، فلذلك تركه وأشار إلى أجوبة وجوه الثلاث. فقال والجواب أن نحن تكلمنا عن الرد على الوجه الرابع وقلنا لمسألة الحال وحقيقة رأي أهل السنة والكلام ده، وشوف المقصد الأسمى وضيف المراد. والجواب أن المتصور مفهوم المعدوم، وذلك لأن المعدوم وقع هناك محمولا فيراد به مفهومه، وهو أي مفهوم المعدوم مفهوم قولنا ذات ما ثبت له العدم. أنا قلت لكم قبل كده أن كلمة الذات في اللغة الفصحى القديمة مذكر، ليس كما نعاملها نحن الآن على أنها مؤنث. الذات لفظ مذكر، ثبت له يعني للذات العدم، يبقى تعرفه إيه؟ الثاني وهو أي مفهوم المعدوم مفهوم قولنا ذات ما ثبت له أي تلك الذات العدم، على أنه تركيب تقييدي، ذات أثبت لها العدم، تركيب تقييدي على سبيل الوصف، مش كده ولا ليس؟ يعني التقييد يكون بالإضافة ويكون بالوصف ويكون كمان بالحال، مش كده؟ الحال وصف لصاحبها ولا إيه، قيد في عاملها، حاجة زي كده يقولوا، ولا إيه؟ من حافظ القاعدة النحوية يا شيخ أنت تعمل أنظمة، جمع نظام ومنظوم، شفت له منظومة؟ إحسانه فإنه يقوله على البديهة، وإلا بيقول تركيب تقييدي لا أي ليس مفهوم المعدوم أن ثمة ذاتا وثبت لها العدم، بل ذات مقيدة بأنها معدومة فهي من البداية منفية. في فرق بين أنك تقول أن محمد ده ماليزي طالب جاي من ماليزيا لكن غائب النهاردة، يبقى هو ذات متحققة ولكن معدومة الآن، مش موجود صح؟ لكن أن تقول أن هذه الذات من مفهومها العدم، ذات مقيدة بالعدم فهي من البداية لا شيء وليس، وصلى الله عليه وسلم.